السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علوم كملين. اهلا بكل الناس في استوديو صوت الناس. السريحه بتوع عبد الفتاح السيسي من امبارح وهم شغالين على نغمه واحده. السريحه دول انت عارف ان هم طبعا الموجودين في القنوات او الموجودين على السوشيال ميديا اللي بيقوموا بنفس المهنه اللي اسمها عيب، يعني مهنه كده مش نظيفه ابدا، وكلهم على خط واحد والروايه اللي بيتبنوها روايه واحده، إن إزاي النظام نجح إنه يحل المشكلة الاقتصادية الأزلية، إزاي النظام خلى سعر الدولار سعر صرف حر، وده هيعود إزاي بالرخاء الاقتصادي على المواطن المصري وينعكس على الأسعار اللي بتتهدم قدام ضربات السيسي الاقتصادية القوية، وبلا بلا بلا الكلام الكتير اللي انت عارف إنه كذب ونصب وملوش أي وجه من الحقيقة. النهاردة قعدت برضو أسمع لمصطفى مدبولي وهو واقف قدام المينا مفيش حد قدامه وبيكلم الجماهير العريضة وبيقول نفس الكلام. جابوا خبراء اقتصاديين وجابوا ناس من مجلس الشعب عشان يتكلموا عن الولا حاجة. نظرية الولا حاجة اللي بيقولوها هي نظرية حقيقية، بس بالنسبة لواقعنا المصري ولا حاجة. جايبين نظرية حقيقية بيقولك لما بتتوفر المنتجات في السوق سعرها بيقل، دي نظرية حقيقية، بس في حالتنا المصرية دي نظرية الولا حاجة، لأن هو خلى سعر الدولار تبع ما هو موجود في السوق، كلما زاد الدولار في السوق كلما قل سعره، وأنا وأنت وهم عارفين إن سعر الدولار أو المتوفر من الدولار في السوق مش هيبقى كتير. ليه مش هيبقى كتير؟ علشان ما عندناش موارد دايمة وموارد مستدامة من الدولار، فهو بيعتمد إنه هيجيب دفعة يحطها في السوق فالسعر يركز، بعدين تخلص الدفعة ويرجع السوق مرة تانية يغلى وترجع تدور على إبراهيم كبدة علشان تجيب منه دولار من السوق السوداء. هي دي الدايرة اللي بيدوروا فيها المصريين بقالهم كام أسبوع، بيدخلوا على بيوت الناس إن اللي هم عارفين إن هم عندهم دولارات وناس تابعين للنظام رجال أعمال عندهم ولاء كامل لعبد الفتاح السيسي، بيدخلوا بيوتهم ياخدوا ذهب ستاتهم والدولارات والجنيهات اللي عندهم. ولو أنت راجل روح اعترض، خش على الشركات يصدروا الدولارات. كل المصادرة دي كلها بعد ما تصادر وبعد ما تجيب ديون جديدة اللي هي القروض يعني، وبعدين هتعمل ايه؟ زي ما بيقولوا الناس البسيطة في مصر هيرجع ابوك عند اخوك، الدولارات اللي انت جايبها هتخلص وانت هتفضل محتاج دولارات، لانك اكلك بتجيبه من بره، شربك من بره، دواك من بره، السلع اللي انت بتصنعها حتى بتجيب لها مواد من بره، البنزين بتجيبه من بره، فمحتاج دولارات، وترجع تحتاج دولارات وبعت وقبضت وضيعت الفلوس وترجع تحتاج، ويرجع السوق السوداء يشتغل اكتر مكان من الاول. هي دي الدايره اللي مربوط فيها النظام، هي دي الدايره اللي النظام عامل فيها زي البقره اللي مغميين عينيها وعماله تلف في الساقيه، وفي ظل ما البقره بتلف في الساقيه بيطلع بعض السريحه علشان يقنعوك إن في إنجازات اقتصادية، وكأن النظام اللي كان بيحكم أول امبارح مش هو النظام اللي بيحكم امبارح، وكأن النظام مش هو اللي بيحكم بقاله 10 سنين ومورط البلد واخدها للمستنقع الاقتصادي اللي هي فيه دلوقتي. بيتعاملوا معانا على إن احنا بننسى أو ذاكرتنا ذاكرة سمك، يقول لك شوف السيسي عمل إيه، هو اللي ظبط الاقتصاد والقرارات الأخيرة. طب والقرارات اللي قبل الأخيرة واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها؟ ما هي قرارات السيسي، ما هي قرارات النظام. الورطة اللي دخلنا فيها وبعدها ورطة ومليون ورطة، مش بس في السياسة والاقتصاد والسيادة والأمن القومي، ما هي دي قرارات السيسي. هو أنتوا يا جماعة بتحاولوا تجملوا وش مين؟ يا جماعة اشتعمل المشطة في الوش العكر، وشكوا عكر البلد في ايدكوا بقالها 10 سنين، فقرتوا شعبها ودينتوا الناس وحوجتوها، والناس داخل عليهم رمضان لا عارفين يحسوا ببهجة ولا عارفين ينزلوا يجيبوا لعيالهم 2 كيلو تمر علشان يبلوهم ويشربوهم في رمضان. الناس بقت بتعمل ميزانية عشان تشوف هتفطر امتى وازاي وبكام، ويا ترى لو فطرنا هنقدر نتغدى، طب اللي اتغدوا هيقدروا على العشاء ولا نخليها غدا بس. الناس بقت بتفاضل ما بين الوجبات. ده مش كلامي، ده كلام الناس في صوت الناس اللي بيتواصلوا بينا سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالمباشر وحضراتكم بتسمعوا. وسط ده كله بيطلع الإعلامي من دول حاطط في البنك فلوس قد كده ويقنعك إن اللي حصل
انتصار اقتصادي. انت ليه عايز تنسى ان السلعة اللي انت هتدخلها للمواطن دلوقتي هتدخلها له بسعر الدولار اللي موجود دلوقتي اللي هو على الاقل بخمسين جنيه؟ انت ليه عايز تنسى ان كل الاشياء هيرجع يتسعر او هترجع تتسعر مرة تانية وفقا للخمسين جنيه؟ هتطلع زي الولا الاهبل اللي طلع امبارح عمل فيديو يقول الناس دولار بخمسين جنيه وموجود ولا دولار بتلاتين جنيه ومش موجود؟ باشا انت اللي كنت بتقول عليه بتلاتين جنيه، انا ما قلتلكش انه بتلاتين جنيه، وانت اللي بتقول عليه دلوقتي بخمسين جنيه، وبكرة لما يبقى بستين وبسبعين هتقول تمام والدولار زي الفل والسيسي احسن واحد في الدنيا. ليه؟ لانك مش شغال عند الناس ومش همك هم الناس، انت اللي همك ترضي الزعيم وتقول انه جامد جدا علشان يرضى عليك ويحسن عليك، علشان ما تتخدش الاسم وتتضرب على قفاك، او عشان يترميلك شوية فتات ويلمعوك شوية ويجيبوك يحطوك في الصف الاخير في مؤتمر الشباب ولا مؤتمر اي مؤتمر من مؤتمرات الهري اللي بيجيبها السيسي، وعايز فيها انفار تقعد تسقف، فانت حابب تكون نفر فمضطر تقول اي كلام بيجيلك توجيه بيه. انما الواقع تعال اسمعوا هنا من فم الناس، اسمعوا من قلب الناس وهم بيتكلموا ويقولوا اللي حاصل في بيوتهم، وده اللي بنتميز بيه وحنفضل نتميز بيه ومش هيقدروا ينافسونا فيه. عارف ليه؟ لانهم بيخافوا من وجهة المصريين، لان المصريين ناس هتقول الحق. علشان كده احنا عندنا استعداد نستحمل كل حاجة واي حاجة، المهم نوصل صوت الناس. بيحاولوا هم يستغلوا ده ويبعتوا لنا اراذل البشر اللي يحاولوا يسيئوا لينا بكلمات او بالفاظ نابية بمسبات ولا بكلمة هنا ولا هناك. بنترفع عن كل ده عشان الغاية الاهم والاسمى، وهي ان احنا نشتغل عند شعبنا، نوصل صوت ناسنا، الصوت اللي بجد، مش الصوت اللي مدفوع ولا الصوت اللي متفق عليه ولا الصوت اللي بيقول يا سلام عليك يا زعيم الأمة يا صاحب الضربة الاقتصادية واللي ركعت الدولار على ركبه. لأن اللي ركع على ركبه هو الجنيه. انت حاسس ان انت عملت انتصار يعني على الدولار لما خليته بخمسين جنيه؟ انت متخيل يا عزيزي المواطن هم بيودوك لفين؟ عايز يقولك انه عمل انتصار لما خلى الدولار بخمسين جنيه وهو ماسك البلد والدولار بأقل من سبعة جنيه. عايز يقولك ان ده انتصار، ومطلع سريحة تقولك ده وتسمعه هنا وهناك علشان العمايل يعملوا معاك عمايل السحر، اللي هو كتر الدوي على الودان بيعمل عمايل السحر. تفتح الاستاذ عمرو موسى لعمر اديب تلاقيه بيقول نفس الكلام اللي بيقوله الاستاذ احمد موسى والاستاذ نشأة الديهي والواد لؤي الخطيب والواد السامج الثاني ابو كرافتة والعيال دي، فتقول ايه صحيح ده كان ب 72 وصلوا 50. لا، ارجع بالذاكره سنتين ثلاثه وشوفوا هو ب 7 وب 14 وب 15 وب 20 وب 22 وب 50 وب 60 وب 72. مين اللي وصله كده؟ هو السيسي. انت محسسني ليه بالانتصار وانت يا دوبك بتلملم خيبتك وتخليها خيبه جديده؟ مش ب 72 ومش ب 30، تعالى قرب الدولار بقى ب 50 جنيه في عهد الفاشل عبد الفتاح السيسي. اتفرج على الاراداتيه اللي عايزين يقنعونا ان ده انجاز. انت متخيل احنا واصلين لفين؟ النهارده هنحاول ناخد حضراتكم في جوله لصحف العالم، نشوف الصحف العالميه شافت ازاي مسألة تخفيض سعر الجنيه. ما اسمهاش تعويم، اسمها فشل اقتصادي، اسمها تخفيض سعر الجنيه، اسمها ان الجنيه اللي كان بيجيب قبل كده مثلا بيضة دلوقتي العشرة جنيه هيجيبوا نفس البيضة. يعني ايه؟ يعني البيضة اللي قدامكم ده خلى تمن الجنيه ما يسواش بيضة، والتمن الجنيه دلوقتي حتى ما بقاش يسوى بصلة في عهد سيء الذكر عبد الفتاح السيسي. مأساة حقيقية بنعيشها برغم من قول الطبالين والسريح. انساني كل دول وكل دول وخليك انت الحكم. لو شفت ان الدنيا تمام في السوق والاسعار بقت كويسة، امين. شفت ان الناس دي بتكذب عليك، صدق نفسك. ما بقولكش صدقني ولا بقولك صدقهم، بقولك صدق نفسك، مع ان يعلم الله ان احنا هنا بنقولك الصدق وبس، مش اي حاجه غير كده. تعالوا نروح لصحف العالم،
بتقول علينا ايه الدنيا، بيقول علينا ايه الصحافة العالمية وهي شايفة مسألة تخفيض العملة المصرية اللي بيقولوا لنا عليها تعويم واللي البعض بيقول لنا عليها انها انجاز. في صحيفة ريفورما الأسبانية: مصر تخفض قيمة الجنيه وتخسر أكثر من 35% أمام الدولار. إذن خفض قيمة الجنيه وخسارة 35% من قيمة الجنيه قدام الدولار، وبيقولوا لك إنجاز. نيفستينج الأسبانية، نروح على نيفستينج الأسبانية، بتقول لك تتخذ مصر خطوة في انفستينج الأسبانية تتخذ مصر خطوة في الإصلاحات الاقتصادية، لكن الثقة لا تزال مفقودة. طيب، صحيفة برونيو الإنجليزية بتقول لنا خبر، برونيو الإنجليزية هي بتقول لنا إيه؟ صندوق النقد الدولي يرفع قرض مصر أو قرض إنقاذ مصر ل$8 مليار. يعني القرض مش علشان سواد عيوننا، ولكن القرض هو قرض إنقاذ. إنقاذ من إيه؟ من المصيبة اللي حطنا فيها النظام. نظام مين؟ نظام السيسي. مش انتصار ولا ضربة معلم ولا حاجة، دي محاولات لإنقاذ اقتصاد دولة كبيرة عددها حوالي 110 مليون إنسان بهدلها السيسي. طيب، نسيب الإنجليز ونروح للإيطاليين، وصحيفة كيو فينانزا بتقول الأزمة النقدية في مصر وانهيار الجنيه العواقب على الحرب وعلى إيطاليا. أكد البنك المركزي المصري نظام سعر الصرف العائم للجنيه والذي انخفض إلى مستويات تاريخية. تفاصيل الخبر عند الإيطاليين بتقول سقطت مصر في أزمة نقدية غير مسبوقة، رفع البنك المركزي أسعار الفايدة بمقدار 6 نقاط مئوية لتصل إلى 27%، وفي غضون ساعات قليلة انهارت قيمة الجنيه لتصل إلى أقل من 2 سنت يورو، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. أنت عارف يعني إيه؟ يعني الجنيه المصري بيساوي 2 سنت من اليورو. نسيب إيطاليا ونروح لصحيفة المالية الرومانية في أوروبا الشرقية اللي بتورد خبر وبتقول مشاكل في الاقتصاد المصري، انهار الجنيه بنحو 40% بعد التحرير القسري لسعر الصرف. انهيار في الجنيه المصري بحوالي 35-40% من قيمته، والبعض بيقول لك انتصار. يو ان تي السويدية بتقول لنا أرون لوند من سيتمكن من إنقاذ مصر، فالمساعدات والقروض لن تبقي البلاد واقفة على قدميها على المدى الطويل. وده اللي احنا بنقوله، مين يقدر ينقذ مصر؟ مين يقدر يشيل عننا الهم اللي حطه السيسي؟ مين حيقدر يكمل اقتصاد لبلد كبيرة فيها 110 مليون بعيد عن المسكنات والقروض اللي أثرها هيكون أثر جزئي وهيبقى وقت معين وينتهي؟ دي الصحيفة السويدية. نروح بارا أنالايز التركية بتتكلم عن اللي حاصل في مصر وبتقول الجنيه المصري ينهار بعد بيان البنك المركزي بشأن النقد الأجنبي. سمح البنك المركزي المصري في بيانه بتحديد سعر الصرف حسب السوق، وفقد الجنيه المصري أكثر من تلت قيمته في خلال دقائق، مش أكثر من كده. طيب، نروح لصحيفة جونيو أفريكا الفرنسية نشوف الفرنسيين بيقولوا إيه. جوني أفريكا الفرنسية بتقول ديون وتضخم وأزمة عملة، هل تستطيع مصر الخروج من حلمها السيء؟ قصدهم يعني من الكابوس اللي احنا فيه. الناس شايفين الحال اللي احنا فيه دلوقتي كابوس، وبيسألوا يا ترى مصر تقدر تطلع من الكابوس ده ولا لا. طيب، صحيفة أهرام إنفو الفرنسية بتقول تحتل مصر المركز السادس بين الدول التي لديها أعلى أسعار فائدة في العالم، وده بعد ما وصل سعر الفايدة في مصر 27.25%، وأصبحت مصر الآن واحدة من الدول اللي عندها أغلى أسعار فائدة في العالم. طيب، خبر بتاريخ اليوم من صحيفة أفريكا لايف الألمانية
بتقول مصر تبيع ساحلها لمستثمرين من دول الخليج ولا يزال الخبراء متشككين. راجعين يا جماعة لقصة بيع الأرض، وبيأكدوا ان اللي حصل مع الإمارات هو بيع لمنطقة رأس الحكمة، وبيتكلموا عن الموضوع بالشكل ده، لا استثمار ولا تطوير ولا دياولة. طيب صحيفة دي تيج الهولندية بتقول العملة المصرية تنخفض بنسبة 38% رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة. ترد عليها البلومبرج الأمريكية وتقول لنا الجنيه المصري ثالث أسوأ عملة أداء أمام الدولار من بداية 2024. طيب مين أسوأ أول عملة؟ الليرة اللبنانية بكام فقدة من القيمة؟ 83 سالب 83.2%. تاني حاجة نيرة نيجيرية فقدة 41 سالب 41.8% من المية. الجنيه المصري تالت أسوأ عملة قدام الدولار، فقد حوالي 38.3% قدام الدولار، ده مبارح بس. البيزو تشيلي رابع عملة، ودي فقدة حوالي 10.2% قدام الدولار. الخامس هو الليرة التركية فقدة سالب 7%، والسيدي الغاني هو العملة السادسة فقدة حوالي 6.2%. إذن مصر الأداء الثالث أسوأ أداء للدولار قدام ثالث أسوأ أداء للجنيه قدام الدولار الأمريكي، ده وفقا لبلومبرج والاقتصاد اللي مهتمة به بلومبرج، وهي طبعا صحيفة أمريكية. يعني هم شايفين ده بعيونهم الأمريكية، بعيون بلدهم اللي عملتها طبعا الدولار. طيب نروح برضو على صحافة تانية في آسيا، مش في أمريكا ومش في أوروبا، في آسيا مهتمين بالموضوع وشايفين خفض قيمة الجنيه المصري قدام الدولار بالشكل اللي هنتابعه مع بعض دلوقتي. نروح إلى روسيا، صحيفة هوا هيبا البيلاروسية، عفوا مش روسيا، بيلاروسيا، بتقول في مصر انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 40% تقريبا، ما الذي يجب أن يتوقعه السياح البيلاروسيون؟ يتوقعوا أسعار رخيصة. طيب نشوف التفاصيل معانا. بتقول إذا أخذنا في الاعتبار التواريخ فترات الأجازة الأطول تظل الأسعار بنفس القيم. هذه المعلومات ذات صلة في الوقت الحالي لأن تعديلات الأسعار والتحديثات تأتي إلينا من الشركاء يوميا تقريبا. طيب موقع ليجا الروسي وهو موقع إخباري روسي بيتكلم عن الموضوع وبيقول خفضت مصر قيمة عملتها بنسبة 40%، قفز الدولار من 31 جنيه إلى نحو 50 جنيه بعد أن سمح البنك المركزي المصري بتعويم العملة الوطنية بحرية، وذلك بعد أن انخفضت قيمتها بشكل حاد. انخفضت بشكل حاد فقرر أنه يخفضها أكتر ويفقد الجنيه 40% من قيمته بس امبارح، والسريحة بيقول لك حلينا المشكلة وجبنا جون ويا سلام علينا وسمعني تحيا مصر ثلاث مرات. والستريت الصينية تدخل على الخط وبتهتم بالموضوع وبتورد وتقول العملات الإفريقية لم تعد قادرة على الصمود، مصر تعلن رسميا الاستسلام. مصر تعلن الاستسلام، سعر الصرف يهبط 40% من قيمة الجنيه. ده اللي قالته الصحافة الصينية وول ستريت الصينية المهتمة بالاقتصاد. نروح للصحف الكورية اللي اتكلمت عن الموضوع وقالت مصر تعاني من الحرب والتضخم، يزيد دعم صندوق النقد الدولي ويرفع أو يرفع أسعار الفائدة 6% من الجنيه من النقاط. يعني ده بيتكلم عن رفع الفايدة امبارح. صحيفة نيهون كيزاي اليابانية علقت على الموضوع وقالت تحصل مصر على مساعدات بقيمة 1.2 تريليون ين من صندوق النقد الدولي مع تدهور الاقتصاد بسبب الصراع
في غزة عزيزي المواطن. إذن إحنا قدام حقائق مش هيقدر كلام الأستاذ نشأت الديهي ولا الأستاذ أحمد موسى ولا كلام أي سريح سواء على السوشيال ميديا أو التيك توك أو الفيسبوك أو منصة إكس أو على القنوات، مش هيقدروا يعني يقولوا أو يغيروا الحقيقة دي. الحقيقة إن اللي حصل امبارح هو خفض لقيمة عملة مصر اللي هي الجنيه المصري. الخفض حصل بقيمة 40% من قيمة العملة المصرية، يعني الجنيه فقد تقريبا نص، وال 40% بلاش نقول نص، 40% من قيمة الجنيه طاحت امبارح، نزلت في الأرض امبارح. علشان كده الأسعار منتظر انها تزيد 50% على الأقل، أبو 10 ب 15 وأبو 100 ب 150 والأيام بيننا. اللي حصل ان مصر دلوقتي بتأتمر من البنك الدولي في سياستها الاقتصادية، لطالما رفض رؤساء مصر السابقين الانصياع الى رغبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن السيسي تماما بينفذ اللي هم عايزينه واكتر. علشان كده عوم العملة، علشان كده البنك الدولي مكافأة ليه وافق انه يديله قرض جديد، ديون جديدة، بودرة جديدة، كأنك بتدي الواحد مدمن علشان ينتشي شوية ويرجع ينتكس بعد كده. الحقائق بتقول ان التضخم بيزيد، سعر العملة المصرية قل، تأثيرها بيقل. المفروض نبقى جاذبين للسياحة دلوقتي، ولكن عندنا اوضاع ما اعتقدش هتعمل فرق كبير في السياحة، هما بيلعبوا على ده، اتمنى ان ده يحصل عشان يخفف عن الشعب المصري. بالنسبة للمواطن العادي الاسعار هتزيد، اسعار الخدمات هتزيد، الكهرباء والمية والمواصلات والغاز والكلام ده كله، وحتى البنزين والوقود منتظر اليومين دول يزيد، وربما يخليك كده تستنى على اخر رمضان لما يكون عندك تكون مشغول شوية في المسلسلات وخلاص الحلقة 28 و29 يوم نازل عليك بايه، بزيادات الوقود وخلافه. اللي حاصل تخفيض العملة المصرية للجنيه وزيادة في التضخم. احمد موسى بقى يطلع يقول لك السوق السوداء للدولار تعرضت لضربة كبيرة. انا لا يعنيني السوق السوداء، انا يعنيني اكل المواطن المصري. اسمع معايا احمد موسى قال ايه كده. اللي بيحصل على الارض، هل النهارده الدولار تجاوز كام، حاجز كام؟ طب السوق السوداء النهارده هل تعرضت لضربه كبيره جدا؟ طبعا، بدل ما كان الناس بتراهن على توصل ل 100 جنيه وتجاوز ال 70 جنيه في بعض الاوقات واسعار بال 70 جنيه، الرقم ده طبعا زي ما احنا زي ما بقول لكم النهارده يبقى العرض والطلب. ده كلام فاضي، حجه البليد مسح السبوره. هو بيقول لك احنا انتصرنا على السوق السوداء، انا عايزك تنتصر في توفير السلع للمواطن بسعر اقل. انت بتنتصر على السوق السوداء والذهب بيرفع والدولار بيرفع، الواقع بيقول ان السوق السوداء هي اللي انتصرت عليك وخلتك تطلع من 31 التسعيرة اللي انت عاملها للدولار وتوصل ل50. يعني مين اللي انتصر دلوقتي؟ السلع هتدخل بالسعر ده، الدولار هيبقى بالسعر ده، المنتجات هتوصل للمواطن المصري بالسعر ده، سعر ان الدولار ب50 و52، والسوق السوداء لسه شغالة بالمناسبة. ليه؟ لان الدولة مش هتعرف توفر الدولارات طول الوقت. فاللي بيعمله احمد موسى واللي زيه ده مهنة، والله عيب، والله العظيم عيب. مش بس بيدلسوا على الناس، ده بيعملوا حاجة تانية عيب اكبر منها. مصطفى مدبولي بيقولك وجهت وزارة الداخلية لضرب السوق السوداء بيد من حديد. الله، اسمع معايا كده عشان بس اسمع كلامك اصدقك واشوف تصريحات رئيس الوزراء استعجب. كل دي منظومه اتشكلت بسبب ان كان عندنا سعرين. النهارده بالاجراءات اللي خدناها احنا المفروض يبقى عندنا سعر واحد. عشان كده تم التوجيه لوزاره الداخليه بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومه الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج. طيب، يبقى احنا دلوقتي احمد موسى بيقول لنا السوق السوداء اتضربت، بس رئيس الوزراء بيقول لك هو وجه وزاره الداخليه انها تضرب السوق السوداء. فالسوق السوداء دلوقتي مش عارفه هي اتضربت خلاص ولا هي منتظره تتضرب. استاذ احمد موسى بيقول لنا كلام، والاستاذ مصطفى مدبولي بيقول لنا كلام، وهو في الاول وفي الاخر كله على بعضه كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لانه كلام فاضي زي ما حضرتك عارف. خبير اقتصادي بقى الاستاذ وليد جاب الله بيقول لك رغم التحديات نحن الاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقه. والله العظيم، اسمع معايا.
هو دي زي ما كنت بقول، انا مش عاوز يبقى اعتمادي على فقط تحويلات المصريين في الخارج او حتى الهوت ماني اللي وارد جدا انها تبدا ترجع مره ثانيه للاقتصاد المصري، او ان انا بس يبقى في عندي فرحه شديده بزياده العائدات الدولاريه من السياحه، لانها برضو قطاع اقتصادي هش جدا او بالادق حساس جدا. قناه السويس قطاع اقتصادي حساس جدا نتيجه المتغيرات السياسيه اللي بتحصل في المنطقه. اعمل ايه؟ خلينا نقول الحمد لله ان احنا عندنا الموارد اللي حضرتك بتتكلم عنها الاول فضل وعد، لان احنا رغم تحدياتنا ان احنا الاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقه. طبعا لما حضرتك النهارده انت بتعد بتقول انا عندي قناه السويس وعندي وعندي تحولات المصريين بالخارج وعندي سياحه وعندي صناعه صادرات وعندي صحيح. كل ده احنا الحمد لله يعني ده شيء دول بتحسدنا على ان احنا اقتصاد يوم اقتصاد اكثر قادر على امتصاص الصدمات مع تنوع هذه الاجراءات. لما هنتقل الى قضيه الصناعه ودي بيكون عليها حديث كبير جدا يعني استاذ يوسف، عايزين هو مين اللي هيصنع؟ اصل انت دلوقتي حضرتك العنوان براق جدا، لازم ننتقل الى الصناعه. تيجي الدوله تنفذ مصنع كبير يكون قائد للتنميه في منطقه ما، تلاقي الاصوات بتتكلم هي الدوله ليه بتصنع؟ ادوا فرصه للقطاع الخاص ان هو يصنع. الدوله تقدم حوافز للقطاع الخاص، تلاقي القطاع الخاص لو دخل وقت قطاع خاص اجنبي من خارج، هو انت هتخلوا ادوا فرصه للاجانب ان هم يصنعوا؟ هو انت مش عامل لي راس مالي ومتوحش؟ طب خلاص سيبها لاليات السوق، طب هم قدم عرض احسن منك صح ولا لا؟ هي دي الفكره. انت حضرتك في بلد رجال الاعمال شريحه مستثمرين في القطاع الصناعي دي شريحه قليله جدا، احنا نقدر يعني نفندهم بسهوله، يعني اما ان هم يكونوا متخصصين في مجال معين بالوراثه، رجال اعمال في الجلود في الاخشاب بيكونوا رجال اعمال بالوراثه، او رجال اعمال كبار لدي، يعني انا اقدر السوق العدد محدود، عدد المستثمر الصناعي ما ليش مستثمر صناعي، ده انت بتاخده من مستثمر خدمات يتحول لصناعي او مستثمر تجاري. يوسف الحسيني بيأكد لك يعني ان البلد عندها تنوع، عندنا صناعة وزراعة وسياحة. طيب يا جماعة امال انتوا فشل ليه في التسويق لما البلد عندها ده كله؟ طيب هو مين في كله بيكذب، انتوا ولا السيسي؟ لان السيسي قال حاجة غير اللي انتوا بتقولوها، عكس اللي انتوا بتقولوه تماما. نسمع معايا السيسي قال ايه وحاول توصل للإجابة الصحيحة. يا ترى يوسف الحسيني اللي بيكذب هو والراجل اللي معاه وليد جاب الله، ولا السيسي اللي بيكذب؟ يعني امبارح انا كنت بكلمكم بقول لكم ده احنا دوله فقيره. يعني ايه دوله فقيره؟ يعني دوله فقيره مواردها شحيحه وده بقاله سنين طويله. وقلت لكم مره زمان الدوله دي اتذبحت سنه 67، اتذبحت سنه 67 وحركه تقدمها انتهت من الفتره دي. الدول يا جماعه اللي بتسمعوني جوه مصر واللي ورا مني هنا موجودين في بتقوم في سنين طويله وتضيع في سنين طويله. طيب يعني احنا دوله شحيحه وما عندناش موارد، طيب انا اصدق مين؟ اصدق يوسف الحسيني اللي عايز يقنع الناس ان اللي بيحصل ده بطوله عظيمه وان الدولار كده يا دوبك 50 جنيه ده انتصار للدوله، لان احنا دوله عندنا تنوع، عندنا زراعه وصناعه وتجاره وسياحه وموارد متنوعه للدولار؟ ولا صدق السيسي اللي بيقول ان احنا دوله شحيحه وان 67 فلستنا و48 بهدلتنا ومش عارف ايه عرض كتفها والكلام التافه السفيه اللي بيطلع يقوله؟ تناقضات ما تفهمش ايه اللي عايزينه. طيب تعال نروح لتناقض تاني. الاستاذ رئيس اتحاد الغرف التجاريه طالع عامل فيها عكوة الجزار، طالع بيقول لك الاسعار هتنزل، يعني هتنزل رغم التعويم. كله بيتكلم عن القبضة الأمنية برضو. شوف معايا تمام، شايف ده تأثيره ايه بقى على الأسعار؟ مش هقول لك ايه الأسعار دلوقتي، انت شايف تأثير ده على الأسعار ايه بحكم خبرتك؟ خلينا يا فندم نتكلم بالدولار أو القلم. انا النهارده كنت بجيب خامات ومستلزمات انتاج وسلع تم تصنع بدولار ب70 جنيه. فانا عندي حاجة و20 جنيه فرق ما بين سعر النهارده وما بين الوقت اللي كنت بجيبه. تمام، هتنزل دي لا محالة فيها. الأسعار هنا طيب يبقى احنا عندنا الاسعار هتنزل، يعني هتنزل وهو كده هتعوم مش هتعوم، احنا هننزل الاسعار. واحنا عارفين يا جماعه ان الاقتصاد ما بيمشيش بالعين الحمراء، الاقتصاد ده بيمشي بالعرض والطلب. في سكر يبقى رخيص، ما فيش سكر يبقى يشح ويبقى غالي، ويبيعوا لك باكيتات ربع كيلو ب 13 جنيه المسخره اللي حاصله في البلد. طيب رئيس الغرف التجاريه بيقول كده الاسعار هتنزل، ترد عليه يرد، احنا هنرد عليه بخبر من المصري اليوم بيقول لك ارتفاع اسعار الذهب اهو، عيار ال 21 الان بعد الارتفاع بقى بكام؟ 340 ولا بكام؟ او بيقول لك 310. لا يا سيدي، هو كام؟ ب 3100، وقبل كده كان ب 3000، انا النهارده شايفه ب 3370. مفيش حاجه اسمها هو هينزل عشان احنا عايزينه ينزل، مفيش حاجه اسمها بالدراع، مفيش حاجه اسمها بمزاجنا، مفيش حاجه اسمها اصل احنا جالنا التعميم وجالنا التوجيه فاحنا هننزل السعر. الاقتصاد مش كده. طيب مواطنه مصريه بقى بتقول لكم يا جماعه شفتوا اللي حضراتكم قلتوه ده كله عن نزول الاسعار والاسعار هتبقى جميله، نشوف الناس من الشارع بتقول لحضرتك ايه.
ده كيلو لبن خيروه كام؟ كيلو لبن وصل ب 8 وكلاتين جنيه، اهي الاسعار اللي بيقولوا في اول ثلاثه هتنزل. وروني بقى الاسعار اللي بتنزل فين بالظبط؟ هي ايه منطقتنا دي يعني ما فيهاش نزول ولا هي بتنزل في اماكن ولكن لا انا عايزين نفهم برضو الناس اللي طالعه بتقول ان الاسعار نزلت على عيني وعلى راسي، بس وروني الاسعار نزلت فين؟ كيلو لبن ب 38 جنيه لسه الاسبوع اللي فات جاب 30، ليه الاسعار المتفاوته دي في كل حته؟ ويا ريت كمان في زياده، يعني في زياده نازله مثلا للقطاع الخاص، ده بالعكس ده القطاع الخاص دلوقتي بيصفي عماله بيصفي عماله وبيقفله، في شركات كتير الصف وتقفل والعامل ده يتحرق، هو وعيته مش مهم، هي الاسعار اللي نزلت، هي الاسعار مش بتنزل، الاسعار بتطلع كل يوم بتطلع عن اليوم اللي قبله. طبق الجبنه جبنه الرومي في يا دوبك ثلاث حتت اربع حتت بكبيره، يعملوا كام سندوتش للعيل رايح المدرسه ب 35 جنيه طبق الجبنه، ليه يا جماعه؟ يعني كيلو الجبنه جبنه الجبنه الرومي وصل ب 260 جنيه؟ مش كده الاسعار ديت، حرام اللي بيحصل فينا دوت، احنا بجد تعبنا، احنا شعب تعب. تعالى شوف معايا الشاب الموكوس يوسف الحسيني اللي فضحته لسه شغاله من ايام ما قال لك الدولار مش هيطلع 18 ولا 17 وعمره ما هيبقى ب 20. النهارده بعد ما الدولار الرسمي بقى ب 50 جنيه طالع بمنتهى البجاحه ومستمر في سمكته، طبعا سمكته دي احنا بندفع فلوسها لان الباشا بيشتغل في تلفزيون الدوله اللي بيتمول من ضرائب المواطنين، فالسماجه اللي انت شايفها دي انت دافع فلوسها وربنا يعينك يا عزيز المواطن. بيقول لك ايه بقى الراجل اللطيف ده؟ بيقول لك ان اللي يراهن على غير عمله بلده يخسر، باماره ال 40% اللي خسرتهم العمله امبارح، باماره الدولار اللي بقى ب 50 جنيه على ايد الفشله اللي ماشيين البلد، ما بقاش ب 20 يا يوسف بقى ب 50. مين هنا اللي تضرر؟ اللي راهن على عمله غير عملته الوطنيه، فراح اشترى دولار ب 70، النهارده بقى بيبيعه ب 50 ب 45 ب 40 زي ما يطلع، ده اللي خسر. اللي راهن على الجنيه حصل له ايه كده بقى؟ يكسب. خلي بالك ده سعر الفايده على الايداع والاقراض لليله واحده، يعني ده سعر حساب التوفير. اوعى تصدق كلام الاراجوز ده. ده اراجوز بيقول طالع يطلع يقول لحضرتك هنا اللي اتقال له السكريبت اللي جاله، اطلع قول ان الدنيا حلوه واحنا عملناهم وظبط، مفيش من ده. اللي راهن على الدولار هو اللي كسبان، واللي راهن على الذهب هو اللي كسبان، اللي راهن على الجنيه وعلى صدق يوسف الحسيني ولا مش عارف مين اللي زيه دي والناس دي قاعد يخسر دلوقتي. ليه؟ لان كل اللي راهنوا على عبد الفتاح السيسي بيخسروا. عارف ليه؟ لان انا عندي رئيس وزراء، عندي شمشيرجي برتبه رئيس وزراء واقف النهارده قدام المينا يقول لك احنا واقفين دلوقتي وبنشهد الافراج عن السلع. عارف ليه؟ عايز يقول لك ايها المواطن العظيم احنا استلفنا وبعنا ارضنا علشان نجيب فلوس ناكل. ويطلعوا الشمشرجيه والسريحه دول يقول لك ان ده انجاز، عايز يقنعك انك لازم تراهن على الجنيه اللي فقد 40% امبارح من قيمته، وان النهارده رايحين واقفين بيقول لك الانجاز ان هم بيفرجوا عن السلع من المينا علشان ناكل، بعنا ارضنا علشان ناكل. شوف معايا الانجاز اللي عمله مصطفى. لكي نشهد معا جميعا الافراج عن الكميات هائله من الشحنات والسلع الاساسيه اللي كانت موجوده في المواني المصريه. وخليني اقول لحضراتكم ان احنا واحنا موجودين النهارده داخل هذا الميناء في نفس الوقت بيتم تصوير ايضا الافراج والخروج عن العديد من السلع والشحنات من اكثر من ميناء او بالتحديد ثلاث مواني اخرى بالجانب الميناء اللي احنا موجودين فيه. فهد السيسي عزيز المواطن احنا بنستلف علشان ناكلك، ده اللي عايز يقوله لك مصطفى مدبولي، بينما يوسف الحسيني بيقول لك ان ده انجاز وحاجه جامده جدا. طيب بعد تحريك سعر صرف الدولار، الدولار بيقول لك النهارده 49 و50 قرش للشراء و49 و60 قرش للبيع. وتاكد يا عزيز المواطن انه لا زال البنك المركزي يحدد السعر، مساله السوق الحر او السعر الحر ده مش موجود، وعلشان كده هيفضل فتره يدعم ويضخ دولارات، ويجي فتره ما عندوش دولارات ما يقدرش يدعم يرجع السعر تاني في السوق السوداء يختلف عن البنوك. سعر الدولار في السوق الموازيه بيتم تداوله عند 52 جنيه في اليوم الثاني للتعويم، اهو زاويه بتقول لك سعر الدولار في السوق الرسمي 49.5، وبعد وفي السوق الموازي اللي هو السوق الرسمي اللي هو السوق السوداء زي ما بيقولوا 52 جنيه. ده تاني يوم تعويم. احنا جينا من حوالي 31 جنيه رسمي بقى 50 جنيه رسمي، وهو دلوقتي 52 في السوق السوداء، واللي ياما بينا وهتشوف هيبقى في سوق سوداء وفي فرق في الاسعار وهتشوف معايا. بنك الامارات دبي بيقول لك ايه بقى؟
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يعدل العائد المتغير لشهادة الثمان سنين علشان يبقى 27%. شوف كمان خبر عن بنك مصر لعلاقة، بيقول لك البنك الأهلي بيرفع العائد على الحساب اليومي وبنك مصر يرفع حساب المعاش. بنك الأهلي بيرفع العائد على الحساب اليومي، بنك مصر بيرفع عائد المعاش. عظيم جدا الكلام ده. تعال نشوف رحلة الجنيه المصري أمام الدولار في العشر سنوات الأخيرة، نسمعها مع بعض. رحلة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في عشر سنوات، والتي كانت كافية ليخسر 85.5% من قيمته، حيث سجل في عام 2014 ما قيمته 7.18 جنيها للدولار الواحد. في عام 2016 بلغت قيمة الدولار 19.13 جنيها مصريا. أكتوبر 2022 سجل الدولار 22.96 جنيها. يناير 2023 بلغت قيمته 30.6% مقابل العملة المصرية. في السادس من مارس 2024 بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وصل سعر الدولار 49.57 جنيها. فهل ينتهي انهيار الجنيه أم تنتظره أيام أسوأ؟ أهلا بكم بعد ما شفنا الرحلة الشاقة للجنيه المصري اللي بيفقد كل يوم من قيمته قدام الدولار وقدام بقية العملات، ويوسف الحسيني بيقول لك راهن على الجنيه. أنا عايز أقول لك إن الدينار الكويتي وصل 166 جنيه. أنت متخيل؟ شوف بقى بيقول لك النهاردة الريال ب 12 ولا ب 14 والدرهم ب 13 والعماني بكذا. يا الموضوع بقى الجنيه مفيش قيمه، والاستاذ يوسف الحسيني بيقول لك راهن عليه. انا عايز اراهن على الجنيه، بس لما يبقى فيه رؤيه اقتصاديه ودوله عارفه تمشي الجنيه ده وتخليه عمله ذات قيمه وشان زي زمان. عموما احنا سمعنا منهم، باقي نسمع منكم. هنشوف فيديو مع بعض لصوت الناس، الناس هتقول رايها دلوقتي صوت وصوره، وبعد ما يقولوا الراي بالفيديوهات اللي هنعرضها صوت وصورة هنسمع منكم انتوا كمان مباشر في فقرة صوت الناس. هستناكم تكلمونا على الارقام دي، تكلمونا واتساب ولا تليجرام ولا سيجنال ولا اللي تقدروا عليه، ويسعدني اسمع منكم اخبار الاسعار بعد التعويم. شوف فيديو بالصوت والصورة وبعدين نرجع عشان ناخد ارائكم بالصوت عبر الهاتف. احنا بناشد الامن القومي يا جماعة، امن القومي صح؟ شو ده المفروض؟ ففي السكر بقالي شهرين عمال اقول يا سكر، كل شويه اعدي على السوبر ماركت واعدي على المنافس بتاعت الجيش دي بالمره اقول لهم عايزين سكر عايزين سكر، لقيت مفيش سكر. هم عندهم جوه فاكرين موضوع الجبنه، رحت البقال اقول له عايز جبنه يقول لي ما عنديش، هو عنده جوه تتراتتا بقى السكر كده بالظبط. طيب يا جماعه موضوع السكر ده امن قومي، انتوا بتهزروا ولا ايه؟ موضوع كوبايه الشاي الصغيره دي اللي بيشربها الرجاله قبل ما تروح شغلهم، ده لو بقى في رجاله او بقى في شغل اصلا يعني، ده امن قومي. كوبايه معلقه السكر دي كوبايه الشاي ده امن قومي. السؤال بقى اللي مجنني، لاني من الصبح عمال يجي لي اخبار على الموبايل انخفاض اسعار 20 سلعه بعد انهيار الدولار. طيب يعني الخبر مفرح، بس انا جيت افتحه بصيت لقيت ازازه الزيت هترخص 6 جنيه، والاخبار بقى الجرايد كل جريده بقى عماله تنشر الخبر ورا بعض ورا بعض تك 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 تك. طب السؤال هو لما الزيت ارتفع 20 جنيه مره واحده الجرايد ما كتبتش حرف ما كتبش؟ احنا بننزل كده السوبر ماركت لابينا ولا علينا نبص نلاقي يتوصلنا في وشنا كده الاسعار، لكن لما ترخص 5 جنيه ولا 6 جنيه فرح بقى فرح زفه. الاول بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نبدا كل حاجه بسم الله. قمه الجهل لما انسان، ومش انسان طبيعي، انسان له شهره وانسان معروف وانسان اعلامي في منصب بقاله كم سنه بيطلع علينا مفيش داعي من ذكر اسمه، لما يقول لك الحمد لله ان احنا عندنا امن وامان، مش مهم الفقر، نبقوا فجريين ونبقوا جعانين بس عندنا امان. طب يجيك منين الامان والناس فجريه مش لاقيه تاكل؟ لما كل الانسان فجري مش لاقي ياكل ومش عارف يصرف على عياله، غصب عنه الشيطان يوزه يخليه يعمل حاجه غلط، يبقى انت كده بتسحب الانسان للدمار للخراب. تخيل انت ابنك لما يبقى قاعد بقاله كام شهر لا عارف ياكل لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه
ولا حتى الجبنة ولا الفول ولا البيض بقى العين مش شبعان فول ولا بيض ولا عدس، ما شبعانش منهم. الدقيق ما شبعانش منه، شكرت الدقيق 50 كيلو لما توصل 900 جنيه و1000 جنيه. الراجل اللي عنده 4 عيال ده وبيشتغل ارزاق على باب الله باليومية، هيجيب لك 900 جنيه يجيب لك شكارة الدقيق لعياله منين؟ الشكارة ل 20 كيلو، ال 20 كيلو بقت ب 400 جنيه، اللي بيشتغل باليومية ده هيجيبها لك منين؟ وتقول لي الحمد لله احنا اهم حاجة عندنا الامن والامان. كيلو الفستق ب 720 جنيه، كيلو الفستق ب 720 جنيه، كيلو الكاجو ب 720 جنيه. السلة ازاي انا دلوقتي؟ السلة ازاي؟ نداء الى هيئه الامم المتحده، نداء الى حقوق الانسان، جمعيات حقوق الانسان. اروح فين انا دلوقتي؟ انا بعدي من جنب المحمصه بتاعت اولاد اديب، ببص كده بصه كده وبمشي. اول مره في حياتي انهزم، احس اني مهزوم كده. بعدي من جنب اللحمه اتصور، بعدي من جنب اللي بيصبع كفته ويشويها على الفحم اشم واروح. الناس بتعدي تشم وتروح، الناس معهاش فلوس، والتعويم اللي أفقد الجنيه 40%، واللي نظريا وعمليا مش هيصلح حال المواطن، ولكن البعض بيحاول يروج انه هيصلح الوضع الاقتصادي في مصر اللي خلاه بهذا السوء. سياسات غير رشيدة وسياسات قائمة على الهبرة ومش قائمة أبدا على دراسة الجدوى. معنا عرفات في أول اتصال. أهلا يا عرفات. اهلا وسهلا. استاذ عرفات، اللي بيغلط في الناس ده، انا اسف يا فندم، مش هنقدر نرحب بيك لان المشاهدين ما بيحبوش حضرتك تكون موجود معانا، اسفين لحضرتك لان حضرتك بتستخدم الفاظ نابيه وبتهدد الناس على الهواء، وده مش مقبول ابدا في سياستنا ان احنا يعني نتلقى او نروج لاحد الناس اللي يتعرض للناس بالسباب او بالتهديد. معانا مين يا جماعه؟ أمة الله من مصر، أهلا بيكي. أيوة أهلا 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 يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، عاملة إن شاء الله تكوني بخير. أهلا سلامة. الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك سلمة وبخير يا رب. إيه أخبار الأسعار بعد التعويم؟ طمنيني على الأسعار. لا طبعا الزفت قلت قوي قوي. ليه كده؟ قلت يعني لسه حتى بنسأل على الفراخ النهاردة على البنيل 230 230 كل الاسعار غليت، فيعني مش عارفه الواحد يعمل ايه. فاضل ايه تاني هنعمله؟ فاضل ايه هنعمله؟ بس الاعلاميين بيقولوا ان الاسعار هتنزل لان التعويم ده في مصلحه المواطن. لا كله غلي، كله عالي، حتى البنزين ممكن يعني في بعض بيقولوا البنزين برضه هيغلى حيالة تاني. ايوه اشكرك يا يعني فندم، شكرا لحضرتك. إيه؟ الكلام اللي حضرتك بتقوليه بيتعارض تماما مع الكلام اللي قالته صدى البلد. صدى البلد بتقول مصر ودعت ثلاث ازمات اقتصاديه كبرى بقرار التعويم، واحد هذه القرارات او الازمات الاقتصاديه كانت ترهق المواطن، زي ما هنشوف كده الخبر معانا من صدى البلد. اسال الاستاذه منى، يا ترى مصر ودعت ازمات اقتصاديه بترهق المواطن المصري بعد تعويم الجنيه اللي حصل امبارح؟ اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. هي ودعت ايه؟ والله العظيم هم لا يودعونا ويسيبونا في حالنا. كنا هنستريح. انا نازله النهارده لاقيه كيلو البانيه ب 245 نط بطريقه رهيبه، الشيش طاووق ب 240. انا عماله بتفرج بسال على الاسعار، طب في ايه رخيص يا جماعه؟ كرتونه البيض بقت ب 175. مين بيشتري؟ طيب يا استاذه منى، لما الناس بتتفرج مين بيشتري؟ احنا بنتفرج، انا بنزل اسال على الاسعار. يعني هو الراجل حتى اتعود عليا، اروح اقول له ده بقى بكام وده بقى بكام واروح ماشيه. حب استطلاع يعني، بنعمل ابديت للمعلومه يعني. قضيت وبشوف ناس كتير بصراحه بتعمل زي ما بقتش بتكسف لما بعمل حاجه زي كده، ما بقتش بتكسف. وبعدين بالنسبه لعرفات اللي بيحاول يتصل بيك ما يتصلش، طب هو مش مهتم يعني، هو بيدخل بينا ليه؟ ماشي يعني، هو عايز يقول ايه؟ ما يتفرجش علينا وما يدخلش في وسطينا، السوس اللي زي ده ما يدخلش في وسطينا نهائي. طيب بشكر حضرتك يا منى، احنا انا بلتزم ب
رغبات اغلبيه حضراتكم وهو مش معانا. طيب ابو يحيى من مصر، ابو يحيى اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو يحيى؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، ربنا يعزك. قول لي بقى ايه اخبار الاسعار بعد القرار الجريء اللي افقد الجنيه المصري 40% من قيمته؟ طيب الاول طبعا انا عايز اقول لك عشان انا لما غلطت اول مره اتصلت بيك انت زعلته، وانا تاني يوم اعتذرت. يعني الباشا دخل امبارح شتمنا وقال له ادبه علينا، ولا اول امبارح وقعد يشتم بكل الالفاظ اللي في الدنيا، وده اخرهم يعني. تمام، يعني هم ابتدوا معانا الاول بان ده كان علم غيب فاصبروا، بعد كده الخير جاي، بعد كده خربت، بعد كده انتوا ولاد ايد، خلاص المنطقيه سقطت من عنده. طيب هو انا جبت لحضرتك حقك ولا لا؟ انا منعته عن يعني انا مسموم بدني عشانكم بقالي يومين عشان اريحك يعني. طيب والله العظيم يا استاذ انا منعته من دوله؟ لا انا منعته من دوله؟ لا ولا سبته يتطاول على الناس؟ انا عارف يا حبيبي، وانا فرحت لما انت بتقول انا مش هنتصدق ان حد يسبنا ونسكت. انا مش مسامحه ولا الدنيا ولا الاخره. انا دي ريحتني بصراحه. طبعا رحمه الله عليه الدكتور محمد مرسي كان اقوى مننا، كان بيقدر يحتمل البشر دي اكتر مننا، وكان رئيس في ايده حكم مصر رحمه الله عليه، نحتسبه عند الله خير. قول لي بقى يا عم ابو يحيى الله يخليك، ايه الاخبار الاسعار دلوقتي؟ اظن نزلت بعد الضربه، ضربه المعلم اللي عملها السيسي اللي ركع السوق السوداء على رجليه او اللي على ركبه ولا على ودانه حتى. اخبار الاسعار ايه؟ طيب بص يا باشا، انا كنت عامل مداخله اول امبارح على قناة الشرق مع الأستاذة فيروز، وقلت لها أن الدولار يعادل 50 جنيه بالنص. تمام. وكان يوم عوّبه وبقى 50 جنيه، لأن أنا في مطبخ معين للغلة اللي هم حاطين إيديهم عليها، عشان يعني أبقى صريح معك. تمام تمام، وهم اللي بيستوردوها. هو من حكم اللي أنا فيه واللي أنا قلته، هو ما فيش يعني إيه الحاجات اللي بتيجي بالدولار نزلت بنسبة 15%، مش هتنزل تاني ومش هتعلى تاني. اي حد هيتفق او يختلف معايا، انا بقول بحكم اللي انا عارفه، انا ما بتكلمش كلام عشوائي. هي نزلت 15% لان دولارها كان محسوب على 70 جنيه. تمام، واتحسب قبل ما يتعوم على ال 50 ونزلت بالفعل، واخد بالك؟ ومش هتنزل تاني، وهتثبت على كده لمده السنه اللي احنا فيها. تمام؟ اما المنتج المصري اللي بيصنع من خير البلد مش هينزل ولا تعريفه، كامثال الالبان والجبن والحاجات دي، ولا تعريفة هتنزل، بل بالعكس دي ممكن تزيد في رمضان. تمام، طبعا انت عارف بقى يعني انا طبعا كل الناس فاهمه وعارفه، واحنا بغنى عن ان احنا نعرف يعني ايه تعويم. يعني بلد ما فيهاش اقتصاد، ما فيهاش تصدير، محتاجه للعمله، بلد ما ضايعه، بلد متنيله بجاز، محتاجه عويله. طيب. ما هنقول كل حاجه، ما في الخمر بقى. طيب الانباء الاقتصاديه اللي حضرتك اوردتها دي، يعني دي معلومات ولا تكهنات ولا زي ما قلت من البدايه عندك مصادر؟ لا يا باشا، دي معلومات يا باشا، انا عندي مصادر كتير، انا شغال فيها يا باشا. طيب. عارف انا بقول سريعا كده نقولها مره تانية باختصار في جملتين. اتفضل قول لي اللي قلته مره تانية باختصار كده عشان الناس تاخد المعلومه صافيه. حاضر. بص يا فندم، احنا بنشتري الغله، سعر طن الغله في العقود الاجله اللي بتشتري بيها الدول $350. تمام. سعر طن الدقيق النهارده في المطحن ب21,000 جنيه. تمام. لما تحسب السعر ده على السعر ده وتضيف عليه، يا رب يكون الخط ما قطعش. سامعني بيه؟ ما قطعش. طيب وتضيف عليه التكلفه والهالك هيديك 50 جنيه. تمام. ده كان امتى؟ ده بقاله اسبوع ما قبل التعويم. تمام. اذا تقدر تقيس عليه ان المنتج اللي بيجي من بره هو سعره اتحسب ما قبل التعويم اصلا ب50. طيب هو كان محسوب ب70 ونزل. يا فندم، لان طن الدقيق كان ب25 مش ب21. تمام. هو نزل ال20 جنيه. انا كمواطن هينعكس عليا ده ازاي بقى؟ هيتعكس عليك في ثبات اسعار. ثبات لا هينزل ولا يطلع. المستورد المستورد يا بيه. تمام، يعني لا هينزل ولا هيطلع. البلد ممكن يزيد او يثبت. تمام. بس في الغالب هو هيبقى في ثبات اسعار لمده ما على ما يهلكوا ال 24 مليار اللي معاهم. هو بقى في حل ومخرج، زياده اجور الموظفين بعجز الميزانيه، او اللي بيقولوا عليه مش انا المسمى رايح مني، اللي هي ال 35% اللي احنا مش قادرين نغطيها من احتياجنا. هم بيقولوا عليها ايه؟ عجز مش عجز موازنه. لا يا بيه، لا عجز الميزان التجاري.
بالظبط، اللي هي بتعكس بتعكس على المواطن. خلي بالك هنا مسمى تاني انت هتتذكره لان انت افضل مني. هي احنا الموظف ناقص له 35% عشان يقدر يعيش، ال 15% اللي هو رفعها ما تنفعش، المخرج انه يرفع 35% غير كده كلنا هنعاني. وانت عارف يا ابو يحيى انه مش هيرفع حاجه، وانا بشكرك على المعلومات دي واتمنى انها تكون صحيحه، وعلى الاقل العيش يعني يتجمد او يثبت سعره. شكرا ليك هاشم من مصر. استاذ هاشم اهلا بيك. استاذ هاشم معايا؟ طب استاذ هاشم مش معايا؟ طيب مش معايا. ست ام محمد اهلا بيكي. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ والله الحمد لله رب لك الحمد والشكر. طمنيني الاسعار عامله ايه بعد التعويم؟ تاني يوم تعويم. والله العظيم اسعاري يا استاذ احمد اللي هتنزل هي بتجيه نزلة شعبية وتجيله سخونة يا ربي ونرتاح. بعيد عن الدعاء على السيسي قولي لي يعني اشتريتوا حاجة أسعارها زي ما هي نزلت غليت؟ لا لا والله العظيم ما اشترينا، احنا رحنا نشوف الأسعار زي المدام اللي قبل الأستاذ ما قال مدام منى، لقينا الفراخ ب105، فراخ ب105. طب ما هي كانت ب130 نزلت شوية اهي. والله ده حلو قوي 130، واحنا كنا بنجيبها لما تبقى ب80 حتى مش هنجيبها، لما ب70 مش هنجيبها يا استاذ احمد. ليه مش هتجيبوها؟ مقاطعين يا استاذ احمد. منين يا استاذ احمد؟ الله يرضى عليك يا رب ويصلح حالك. منين الناس هتجيب يا استاذ احمد؟ ايه بقى هتجيب ايه يا استاذ احمد؟ احنا كبرنا ربع كيلو عدس ولا حاجه يا استاذ احمد ومش لاقيينه. ما هيقول لك انت بتقولي كده وبتتصلي وبتاع جايبه فلوس الاتصال منين؟ والله العظيم نت نت. انا عارف بس هم اللي بيقولوا، انا عشان تردي عليهم هم، انا عارف انه نت. ما هو انا برد عليهم الله يجيلهم ردة في شأنهم ان شاء الله، اللي هم مش حاسين بينا وبالناس، اللي هم مش حاسين بينا يا استاذ احمد. بس بقول لك على حاجه، كارما زعلانه منك قوي يا استاذ احمد. ليه بقى؟ هاتي كارما. هي فين كارما؟ هاتيها. لا ما هياش هنا دلوقتي، هي جت تكلمك. قالوا يا عمو وانت ما خدتش بالك بقى. لا والله ما وصلنيش صوتها، والله انا بعتذر لها ولازم تجيبيها تكلمنا ان شاء الله على راسي. لا لو كثيرك كلمتك والله ان شاء الله. ربنا يخليها لك يا رب. تسلم يا ام محمد وكل عام وانت بخير يا رب. رحيم من مصر معايا، اهلا يا عم رحيم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ عليكم السلام ورحمه الله. اخبار الاسعار ايه بعد تاني يوم تعويم؟ والله يا باشا يعني الحمد لله ان احنا عايشين. انا عايز بس اقول لك على مفاجاه، يعني ان شاء الله باذن الله اكثر من 90% من الشعب المصري بيعمل اللي هيقوله لك دوت، ان ولا حد هيتعزم عن حد ولا حد هيعزم. ده رمضان يعني العزومات، وانت عارف سفره رمضان. طب ليه رمضان واسعه يعني يا فندم؟ اللي هيجي يعزم حد هيعزم حد هيكلف كام في العزومه؟ انت بالك من المبلغ، يعني ممكن تحط قبضه كله العزومه دي. طب يا ريس ما هم دلوقتي نزلوا الاسعار اهو يا باشا. مفيش اي حاجه نزلت، ده كله كلام بس اعلام، كله فيك. مفيش اي حاجه. انا يوسف الحسين مأكد لي قدامك ان الاسعار هتنزل ولازم تراهن على الجنيه المصري يا باشا. هتنزل. في فرق ان نزلت وفي فرق ان هتنزل. انزل الارض الواقع وشوف بنفسك. ما انا بسالك، انت في ارض الواقع؟ اتحدى اي حد يخش السوبر ماركت ويعرف يطلع منه كيلو سكر. تمام شكرا يا رحيم. اذا الاسعار لسه ما نزلتش. طب مين معانا؟ ابو حسن اهلا بيك. يا استاذ احمد ازيك؟ ابو حسن عامل ايه؟ عامل ايه يا ابو عبد الله؟ الله يخليك. حضرتك طيب؟ وانت بخير وسعاده يا رب. قول لي اخبار الاسعار ايه بعد عليك. التعويم؟ لا يا استاذ احمد لسه الاسعار لسه قدامها 10 ايام وهتلاقيها بالصلاه على النبي. لسه الكلام ده مش هيغلوا لك النهارده ولا بكره. طيب. ده هو ربنا يستر على الماتش بتاع بكره. ما نصحاش الصبح نلاقي البنزين غلي يا استاذ احمد. لا ما هو هيغلي. انت فاهم؟ ما هو لازم يغلي. والله انا سمعت انا سامع اللي هم كان عايز يغليه من شهرين وقالوا له لا، والبلد واللي هم العصابه اللي تحت منه وممكن يغلوه لنا بكره 2 جنيه ولا الجمعه الجايه. فهمني. انا عايز بس اسمع كلمتين يا استاذ احمد. ايه يا مرسي مش قد الشيله ما تشيلش؟ وفين اللي كان بيقول يا كافر 5000 يا كافر؟ فين الناس دي يا استاذ احمد؟ لا الناس دي دلوقتي كلها يعني سقف طموحها بقى تحت بيات العسكر فما يقدروش يتكلموا. بشكرك يا ابو حسن. انا عارف يا استاذ احمد ما يقدروش ينطقوا خلاص. والله البياده تقيله. ابو محمود معايا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو محمود، اخبارك ايه؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ الله يبارك في عمرك. قول لي بقى يا سيدي، احنا عندنا تعويم والدولار بقى ب 50 جنيه رسمي اهو، اخبار الاسعار ايه؟ انا عايز بس اصحح لحضرتك خطا. اتفضل. التعويم حضرتك بتقول ب 40%، لا هو حضرتك 62% جنيه خسر 62%،
مش 40%. انا جايب من مصادر يعني مصادر لا هي بسيطه خالص يا فندم. 20 جنيه فرق السعر من 30 فرق السعر من 30 او 19 جنيه فرق من 31 ل 50. صحيح. اقسم 19 على 30 سعر الاصل هتلاقيها 62%. منطق. دي نمره واحد. نمره اثنين البنك بيقول لك عامل شهاده ثلاثيه البنك الاهلي. ايوه. على 3 سنين 30 25 20 يعني متوسط 25%. صحيح. يبقى البنك هنا حضرتك بينصب المنظومه دي بتنصب يعني ايه بتنصب حضرتك؟ رخصت الجنيه 62% وبتعمل لك شهاده ب 25%. يبقى هم عشان يجذبوا الاموال المصريه تخش البنك بحجه ان هو يعوض فرق الدولار ده هيرفع التضخم مش هيقلل التضخم. شكرا. بنظره اقتصاديه. شكرا يا فندم. انا شاكر جدا حضرتك فتحت يعني العيون على حاجه احنا الناس مش واخده بالها منهم ان او مش باخدين بالهم منها ان الجنيه تم تخفيضه 62% مش 40%. وعملت لنا الحسبه اللي كانت قدام الناس هو كان ب 31 دلوقتي ب 50 والفرق 19 ويعني فعلا هي اكتر من النص بالتاكيد. ربيع من مصر اتفضل يا استاذ ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم ربيع عامل ايه؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك؟ الله يبارك لك. انت بتكلمنا منين؟ من مصر ان شاء الله. ما اكيد من مصر. منين في مصر؟ اي محافظه؟ القاهره. طيب اخبار بقى الاسعار في القاهره بعد الضربه الجامده جدا اللي ركعت السوق السوداء على ركبه؟ والله يا استاذ احمد احنا زهقنا من موضوع الاسعار. احنا كل شويه نقول الاسعار بتعلى وهم يقولوا بتنزل وما فيش حاجه بتنزل ونرجع نقول بتعلى وهم يرجعوا يقولوا بتنزل وما فيش حاجه بتنزل. فاحنا عايزين حلول يا استاذ احمد. يعني انتوا برنامج احنا بنتابعه بقالنا سنين فيعني يا ريت. ما سمعتش عندنا الحلول يا ربيع ابدا. ما سمعتش عندنا حلول ابدا. احنا عايزين حلول جذريه. يعني انا عايزك تديني حل ان انا انزل الشارع. ما انا اقول لك يا ربيع وما اقدرش اتحمل حاجه تحصل لك عشان يعني حريتك غاليه وعمرك غالي وعندك اولاد. الحل يا ريس ان انت تغير النظام ده كله. ما هو احنا عايزين نعمل كده عشان نغير النظام ده كله. يعني محمد علي بيطلع يتكلم محدش بينزل. انتوا عندكم مصداقيه واحنا بنتابعكم وناس كتير جدا بتتابعكم فلازم من كنتوا هننزل. يعني حاضر. انت خصص ربع ساعه مثلا. طب انا هقول لك حاجه يا ربيع. هقول لك حاجه. كل حاجه في وقتها كويسه يعني لا تسبق حاجه ولا تيجي متاخر. واحنا هنبقى ماشيين مع شعبنا خطوه بخطوه واي تطلعات وطموح للشعب ده في الحريه احنا هنساندها دايما ابدا في اي وقت وفي كل مكان. شكرا يا ربيع. عندي خبر اهو بيقول لك الغرفه التجاريه بالبحيره بتؤكد ان انخفاض اسعار السلع الغذائيه بعد تحرير سعر الصرف. بيؤكدوا لنا يا جماعه ان الاسعار في السلع الغذائيه نزلت بعد تحرير سعر الصرف. مين معانا على التليفون؟ استاذ صلاح خلينا اسمع منه بقى رده على الخبر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. استاذ احمد. ايوه يا استاذ صلاح اتفضل. اهلا بيك يا استاذ احمد. يا استاذ سمير. استاذ صلاح. ايوه يا فندم. الغرفه التجاريه في البحيره بتقول لك اسعار السلع الغذائيه نزلت بعد تحرير سعر الصرف. نعم. ايه رايك في الكلام ده؟ طب ممكن حضرتك انت عايز حل؟ طبعا انا عايز رايك في الاسعار نزلت ولا لا بعد التعويض. لا انت عايز الحل. في حلين بسيطين جدا جدا جدا. واحد اتفضل. ممكن تسمع الحل؟ انا سامع حضرتك اهو. الحلين حضرتك راس الحكمه واي مشروع بيتباع لو اتباع بالجنيه المصري كان هيبقى اكبر نجاح. الحاجه الثانيه حضرتك لو عايز الدولار ده ما يبقالوش اي قيمه حل واحد بسيط جدا حضرتك. حل واحد بسيط جدا يا احمد بيه. حل واحد حضرتك. حل واحد عدم التعامل بالدولار داخل مصر لفترة معينة. طيب بس حضرتك مش محتاج الدولار عشان تتعامل في مصر يا ريس.
حضرتك محتاج الدولار علشان تدفع الديون اللي عليك والاقساط اللي عليك وتجيب السلع والمواد الاساسيه. انا مش بس اسمع، انا لو في معلومه لازم اوضحها فلازم اوضحها. طيب شكرا استاذ صلاح. يعني انت ما تتعاملش بالدولار، السيسي واخد ديون بالدولار ولازم يسد اقساطه بالدولار، السلع بنشتريها من بره بالدولار فلازم تتعامل بالدولار. ابو ساره معايا، اهلا يا ابو ساره. ابو ساره معايا، ابو ساره معانا يا جماعه. طيب مش معانا. طيب امبارح احمد شيحه عضو شعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه قال ايه؟ قال وتوقع ان الاسعار تزيد 45% في الفتره اللي جايه. بناء على ايه؟ بناء على تحرير سعر الصرف او خفض قيمه الجنيه المصري زي ما الراجل قال. تعال نشوف كده مع بعض الراجل قال ايه. الراجل اهو، توقع احمد شيحه عضو شعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه زياده اسعار السلع لتصل 45% الفتره اللي جايه خاصه بعد زياده سعر الدولار في السوق الرسمي. الكلام ده قاله لمصراوي. الكلام ده قاله ايه؟ قاله المصراوي. ايه اللي حصل بعد كده؟ عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل شالوا تصريح الرجل، وبعدها اسقطوا عضويه احمد شيحه من عموميه المستوردين بالغرف التجاريه. اسقطوا عضويته من عموميه المستوردين بالغرف التجاريه عشان ايه؟ عشان قال الحقيقه. ايه الحقيقه؟ ان الاسعار يا جماعه هتزيد. هما مش عايزين الاخبار دي، هما مش عايزين حضرتك تطلع تقول للناس حقيقه اللي هيحصل وان الاسعار هتزيد. طيب هو الاسعار زادت؟ سعر الجنيه الذهب تخطى 25,000 جنيه في اليوم الثاني للتعويم. ده معناه ايه؟ قدامك الخبر اهو، لو هيجيبه لنا زمايلنا. سعر الجنيه الذهب تخطى ال 25,000 جنيه علشان احنا دلوقتي الجنيه بتاعنا بيتراجع. هم بيقولوا 40%، واحد المتصلين قال لا بزياده او بتراجع 60%. طيب بلومبرج بتقول لك من المتوقع ان يزيد تخفيض قيمه الجنيه مع الضغوط التضخميه في الفتره القصيره اللي جايه. يعني ايه؟ يعني الجنيه اللي نزل 40% ده هينزل كمان الفتره اللي جايه. ده كلام مين؟ كلام البلومبرج زي ما حضرتك شايف قدامك. طيب النهارده هم شيحه شالوه من الغرف التجاريه علشان قال ان الاسعار هتزيد. هم مش عايزين حد يقول اخبار زي دي. النهارده ايه اللي حصل؟ النهارده ارتفاع سعر اسعار الدواجن في تاني يوم تعويم. ورينا كده اهو، مصر اليوم بتقول لك اهو ارتفعت اسعار الدواجن النهارده الخميس قبل بدايه التعاملات في البورصه، والفرخه البيضاء بيقول لك ارتفعت ما بين جنيه واتنين جنيه للكيلو. يبقى الكلام بتاع احمد شيحه صح، بس هم مش عايزين حد يقول الكلام ده عشان ما يضايقش السادة المواطنين وما يخربش عليهم التمثيلية اللي مسرحين بيها السريحة والشمرشجية بتاعتهم من امبارح. صبري ولا مين معانا؟ محمد اهلا يا استاذ محمد، نسأله الاول. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك؟ النهارده بيقولوا لنا الاسعار، من امبارح بيقولوا الاسعار هتنزل، والناس النهارده بتقول الاسعار بتزيد. حضرتك شايف ايه؟ يا باشا كل ده ضحك على الدول. الله، ليه كل ده بيضحكوا علينا؟ لان مفيش اسعار رخصت، ازاي تعويم وهيبقى في اسعار بترخص؟ اتكلم الاسعار زايده من غير تعويم، معنى ان انت خفضت سعر الجنيه يبقى الحاجه هتعلى، وضع طبيعي. تمام، بدل ما هو بيقول لك رخصت روح محل اشتري بسعر، المحل اللي بعده بسعر تاني، المحل اللي بعده بسعر تالت. مفيش دولة، مفيش حكومة، سداح مداح، كل واحد بمزاجه. الراجل ده جاي يخرب البلد، جاي يغرق البلد في ديون. بس الإعلاميين بيقولوا لك لا، الإعلاميين بيقولوا لك ده بيشتغل عشان مصلحة المواطن.
يا سعادة الباشا كل دول مقبورين، كل دول خونة، كل دول بيعين البلد. اللي جاي بايع البلد من زمان، من زمان بايعين البلد، وهم في خطة ممنهجة لتجريف البلد، جايين بيبيعوا البلد حتة حتة. هي ورث أبوه ولا عجة أبوه بيبيعها؟ ده راجل ما عندوش صنف الدم. حكومة خربانة وفشلة، حكومة جايبين ناس من أسوأ الناس والفاشلين في البلد يمسكوهم بوزارة، وزارة ماسكة البلد فشلة، مفيش حاجة دخلوا فيها وأي مشروع فشلوه عشان البلد ترفع. والإمارات بتشتري البلد لصالح إسرائيل عشان يحتلونا من أول وجديد. فده الكلام ده كله، الكلام ده كله ممنهج جاي لتجريف البلد من كل حاجة حلوة فيها. بس بيقول لك مرسي هو اللي باع البلد لقطر. مرسي مرسي باع البلد ايه؟ مرسي ما باعش البلد للأسف. مرسي فكر ان هو بيعمل لصالح البلد، وناس بتمشي عكس الطيار عايزة تفشله، عايزة تخليه يفشل عشان خاطر يخربوا البلد. مرسي للأسف ما كانش فاهم القصة دي، ما كانش فاهم ألعاب الجيش واللي معاه. ده ناس خونة، ناس خونة، وحسب الله نعم الوكيل فيهم. ونعم بالله بشكرك يا محمد. ونعم بالله بشكرك جدا على اتصالك. صبري من مصر معايا ولا فقدنا الاتصال؟ فقدنا الاتصال. طيب الأستاذ رضا معانا. أستاذ أحمد إزيك يا عم رضا، عامل إيه؟ الحمد لله أستاذ أحمد، أخبارك إيه؟ قول لي بقى يا ريس، الناس بيقول لك في الإعلام الأسعار هتنزل، والناس في الفيديوهات اللي بعتها لنا بتقول الأسعار مولعة، طب أنت شايف إيه عشان إحنا عايزين نعرف الأسعار نزلت بعد التعويم ولا لأ؟ والله العظيم، والله العظيم الأسعار كل يوم في زيادة. الله بجد والله إحنا ملايين ناس. لا إله إلا الله. بجد والله أنا شاب عندي 34 سنة، لا ألاقي شغل ولا ألاقي أكل ولا ألاقي شرب. متجوز يا رضا ولا لأ؟ أنا مش عارف أتجوز في البلد ده أصلاً. والله ما عارف اتجوز، اقسم بالله مش هقل يوم يعني اليوم على دراعي، ومش قادر اتجوز ولا عارف اعمل اي حاجه. بجد انا مش عارف اعمل ايه في البلد دي، انا نفسي اسافر بره ومش عارف اسافر، مش عارف. احنا بجد مش طايقين، ناس طايقين البلد بجد والله يا استاذ احمد. طيب تقول ايه للناس اللي قايمين على البلد، اللي بيقول لك احنا بنظبط علشان مستقبل الشباب وواقع الشباب، والسنة 34 هتبقى الدنيا زبادي في الخلاط والكلام اللطيف ده؟ احنا مش شايفين مستقبل لنا والله يا استاذ احمد، احنا شايفين سواد قدام عينينا والله العظيم، شايفين سواد ومش شايفين. يعني 34 سنة وانا مش عارف اتجوز يا استاذ احمد، اعمل ايه بعد؟ هتجوز امتى؟ لما يبقى عندي 40 سنة ولا 50 سنة ولا سنة 34 لما هو يظبط البلد ولا يعمل ايه؟ انا مش ما بقتش عارف اي حاجة استاذ والله بجد. ربنا يعين الناس يا رضا، ربنا يعين الناس يا جماعة. في بلدنا في عصر التقدم الاقتصادي والضربات الاقتصادية المتناهية، متناهية القوة والجمال والعبقرية، شبابنا لا عارف يعيش ولا عارف يأكل ولا عارف يتجوز ولا عارف يسافر. عبد الفتاح السيسي عملها سجن للناس، زي ما الناس بتقول، سجن حقيقي، سجن ممكن يبقى عندك حرية الحركة فيه بس ما تعرفش تعمل حاجة غير انك تتحرك، انما تاكل تشرب تتجوز تبني مستقبل حتى تسافر بره السجن، كل ده ممنوع. نجح عبد الفتاح السيسي في اللي فشل فيه كل اللي احتلوا مصر، انجليز بقى على فرنسيين على صهاينة، كلهم فشلوا، ولكن الوحيد اللي نجح عبد الفتاح السيسي. علشان كده تقدر تتكلم عن كيف احتل السيسي مصر دون قوات عسكرية ودون حرب. ربنا يعين مصر يا جماعة. محمد من مصر معانا، اهلا بيك. انت تحياتي لحضرتك يا باشا. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الله يحييك يا رب. حبيب قلبي، انت بتفتح الخط اهو، خلينا نتكلم. هم كلمتين اثنين هقولهم وخلاص. ما سمعتش، عيد تاني لو سمحت. بقول لحضرتك انت بتفتح على الخط كتير، بس هم كلمتين اثنين هقولهم خلاص الموضوع ده كله. اتفضل. طب والله فقدنا الاتصال من عنده مش من عندنا. نقيب الفلاحين يزف بشرى إلى الشعب المصري، ألف مبروك يا مصريين، بعد تعويم الجنيه كيلو البنيه هيبقى ب 150 جنيه.
وانا مش بقول سجع والله ولا عايز اقول يعني شعر ولا حاجة. كيلو البانيه بخمسين جنيه بعد ما كان بمئتين وخمستاشر. طبعا رئيس الشعبة ولا مين ده، ده نقيب الفلاحين اللي بيقول لنا يا جماعة، بيقول لنا كان وصل 215 والحمد لله ألف مبروك يا مصريين، هو بقى ب 150 بس. طب هو بقى ب 150 فعلا؟ لا هو ما بقاش ب 150 بس بيقول لك إن شاء الله هيبقى ب 150. نروح الاتصال. أبو إبراهيم معانا، يمكن أبو إبراهيم يحكي لنا عن موضوع البنيه ده. ازيك أبو إبراهيم عامل إيه؟ الله يعزك يا رب. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا ريس. بيقول لك الحمد لله ابشروا، رمضان طيبين وانت بخير، رمضان كريم ان شاء الله. بيقول لك ابشروا يا مصريين، البانيه هينزل من 215 ل 150. يا استاذ احمد، كان في واحد اقول لحضرتك بس حاجه سريعه. اتفضل. كان في واحد قاعد في اوضه في سبع عيال. ايوه، سبع عيال في اوضه. فراح لواحد قال له بتطهقان وزهقان من الاوضه، قال له ادخل انزل واقعد معاك في الاوضه. راح له ده زهقان وتعبان، الخنزير قرفني وبهدلني، قال له هات حمار وحطه معاك في الاوضه. ماشي، انا زهقان بعد شهر. قال له ايه رايك؟ قال له زهقان ومش قادر اعيش. قال له شيل الحمار. فبعد اسبوع قال له شيل الايه؟ الخنزير. بعد كده قال له كويسين. احنا نفس النظام، الكيلو الفراخ كان ب 40 جنيه، دلوقتي ب 200 ب 150 و 120. ماشي، نزلناها 20. يا الاسعار انهارت، الفراخ انهارت. ايه طب 100 جنيه ده احنا 100 100 واصلا ب 40 جنيه و 30 جنيه. احمد البلد بص هي عايمه من غير قائد، كل سنه طايف فيها، كل سنه طايف فيها، يا سفينه ماشيه كده في الميه. تعوض الله علينا ترمزه يعني. ما حدش بيبص له، ما حدش يبص له وماشي في الشارع. الراجل بينحر من نفسه ومحدش يبص له في الشارع. زحنا كل سنه طايف، زحنا تعويم. ده تايتانيك، خلاص بقى تايتانيك مش تعويم. انت عارف انت قلت يا ابو ابراهيم دلوقتي، قلت على السياسه اللي قال عليها هنري كيسنجر في السبعينات القرن اللي فات. قال مصر لازم تبقى موجودة وكبيرة وعظيمة، بس تبقى عاملة زي السفنجة، ملهاش تأثير، لو لما نحب نغرقها نقدر نغرقها بسهولة. ده اللي قاله هنري كيسنجر، وحضرتك قلته دلوقتي وانت مش واخد بالك. مبروك يا جماعة، احنا لو وصلنا للمخطط اللي عمله لنا هنري كيسنجر من اكتر من 50 سنة او حوالي 50 سنة. احمد من مصر معايا، شكرا يا ابو ابراهيم. تفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد قول لي يا ريس. والله يا ريس يعني انا صعبان عليا حال البلد فعلا، صعبان علينا والله. يعني 2011 دي لو كانت كملت لحد دلوقتي، تخيل احنا كنا نبقى فيه. تخيل. طب ما السيسي بيقول لك في 2011 البلد عرضت كتفها وكشفت ظهرها، الكلام العيب ده، وبيحملها مسؤوليه كل حاجه دلوقتي. ايه رايك في الكلام ده؟ استاذ احمد ده راجل دسيس على مصر، جاي يعني يوقعها ويدخلها الاحتلال ويرجعنا تاني لعصر ما قبل. طب ما نديله خمس سنين كمان كده يمكن ولا ايه؟ يا باشا خمس سنين ما فيهاش ساعة، ما فيهاش ساعة. احنا لو مطلوب نمشي النهاردة هنمشيه. شكرا ليك، بشكرك يا احمد. بشكرك يا احمد. كيلو الكيلو ب 480 جنيه. سبحان الله يا جماعة، قالوا لنا ان اللحمة رخصت يعني الحسين يوسف الحسيني قال لي ان الاسعار كلها ترخص، بس بيقول لك الكيلو بقى ب 480 جنيه، ارتفاع اسعار اللحوم بعد تحرير سعر صرف الجنيه. الله، ايه يا جدعان ده؟ طب نروح الاقصر كده يمكن نلاقي الاسعار هناك رخصت في الاقصر ولا حاجة. عندنا خبر من الاقصر عن اللحمة برضو، يمكن رخصت في الاقصر. تعرف الصعيد برضو ممكن تبقى ايه الاسعار اقل ولا حاجة. المصري اليوم بتقول لك ارتفاع اسعار اللحوم النهاردة الخميس 7 مارس في اسواق الاقصر. امال ايه اللي رخص يا جماعة؟ ايه اللي رخص؟ ايه اللي رخص؟ اللحمة بتغلى، الفراخ بتغلى، الحاجة بتغلى. امال انتوا هايجين على ايه من امبارح ورقعنا السوق السوداء؟ يا عم انت رقعت الكوكب كله، انت كسرت وشليت امل الدولار. انا كمواطن بقى استفدت ايه؟ اسال معايا مين؟ معانا ام منى. اهلا يا ام منى، خلينا نسالها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا ام منى. عليكم يا محمد. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم. ازيك يا احمد؟ ازيك يا ابني؟ اهلا بحضرتك، يا رب تكوني بخير. يا الحمد لله. بقول لك ايه؟ قوليلي يا احمد، ما فيش حد حاجه رخصت.
معلش اصبر معايا اسمح انا سامع اهو ساكت. مفيش حاجه رخصت، كلهم كذابين. احنا طول عمرنا من ساعه ما مسك الانسان ده والبلد في كذب في كذب، صدقني يا ابني رغم هو غلبان وابن غلابه. انا بقول له انت ام منى فقدنا الاتصال من عند حضرتك، والله مش من عندنا. اهلا بحضرتك مره تانية، تنورينا الاستاذ محمود، اهلا بيك. كده معانا ولا ما مش معانا؟ طيب استاذ عاطف من مصر. ايوه السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام يا استاذ عاطف، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب والشعب المصري الكريم العظيم بخير يا رب بخير وسلام. قول لي يا استاذ عاطف، اخبار الاسعار في الاسواق بعد التعويم ايه؟ او ينصر المسلمين على اليهود يا رب، اللهم امين يا رب. انا مستني اسمع راي حضرتك. حضرتك دلوقتي في حاجه بيقول لك ما بني على باطل فهو باطل، صح؟ صحيح. دلوقتي ايوه السيسي ده، نجيب السيسي المنقلب ده، وانا بقول لك منقلب لانه معنى منقلب يعني جاي بطريقه غير شرعيه. ايوه فهو دلوقتي بطريقه اللي هو جايبها غلط، الانقلاب بتاعه ده مش هيكون خايف على البلد. الرئيس الشهيد الراحل محمد مرسي جه بطريقه كويسه من خلال كان محافظ على البلد، كان طوب الارض بيحبه، كان متين لا في شعب مصر، لا عمرنا اشتكينا من اسعار ولا عمرنا كده. ده جه بانقلاب بحرامي بطريقه ما هيش شرعيه وبطريقه غلط. ليه حق مبني على باطل فهو باطل، فهو يعمل كل حاجه ما خلاش يا استاذ احمد. طيب. ما خلاش من اسعار، من بيع ارض مصر، من كل حاجه يا استاذ احمد. طيب. ايه الحل واحنا عارفين ان هو غلط في غلط، وانسان حرامي جاي لنفسه وشويه الحوش اللي حواليه من وزاره حراميه وبيعين مصر. الحل ان الشعب المصري ينزل، وانتم لكم دور يا استاذ احمد، انت والاستاذ معتز مطر حطوا ايدكم على ايد بعض، الاستاذ ايمن نور حسوا الشعب للنزول. خلاص مصر بتروح، مصر راحت، مصر خربت على ايده، هنطلع على لا انت هنقعد نشكي. حاضر يا استاذ عاطف، حاضر يا استاذ عاطف، احنا معاك وهنقوم بدورنا دايما. والله قلت لك اي مجال الشعب ده هيسعى لحريته، احنا من الشعب ده واهالينا من الشعب ده، وهنسعى دايما مع المصريين واهلنا كلهم ان احنا نعيش احسن وبلدنا تنول حريتها. ابو محمد، وبعد ابو محمد هنشوف مع بعض تقرير واتصالاتنا مستمره، بس نشوف ابو محمد ونسمع رايه. اهلا بيك. السلام عليكم. ازيك استاذ احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك ابو محمد؟ ان شاء الله تكون بخير. فضل. الله يخليك حبيبي. ازيك ابو عبد الله؟ الله يخليك. انا معلش للاسف مرتبك شويه، انا اول مره اخش مداخله على قناتك. لا على راحتك خالص، احنا اصحابك واهلك وانت ما بين حبيبي يعني فوق دماغي، انتوا كلكم فوق دماغي. اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك معلش حضرتك بتتكلموا عن التعويم والاسعار والحاجات دي. ايوه حضرتك في حاجه اكلم حضرتك؟ اتفضل. انا سامعك، انا ساكت. الو ماشي. حضرتك النهارده في حاجه يعني حاجات تانية اهم من الاكل. النهارده العنوسه بتاعت البنات والشباب والدمار اللي في البلد ده نسال منه، نسال مين عنه؟ دي حاجه. تاني حاجه، النهارده انا موظف بقى لي النهارده في الوظيفه اكتر من 32 سنه. النهارده بعد ما اطلع معاش، كان الاول بيقول لك الموظف يعمل استبدال للمعاش بتاعه عشان يجهز ابنه ولا يجهز بنته. النهارده ما اطلع معاش بعد 32 سنه اروح اجيب لي بنتي ثلاجه بنهايه الخدمه بتاعتي؟ واخد بال حضرتك؟ دي حاجه. بالنسبه للاسعار، بتكلم على الاسعار، الاسعار هتزيد وهتزيد تاني، ورايحين في 60 داهيه وفي 60 نصيبه. انت حضرتك النهارده عملت مصنع؟ عملت اي انجاز في البلد؟ لا. الكوبري، ايه الكوبري اللي هناكل بيه؟ هناكل ايه؟ هناكل كباري؟ هناكل طوب؟ صحيح. مفيش اي حاجه من دي خالص، مفيش مصنع اتعمل، مفيش حاجه مشروع قومي كبير اتعمل. النهارده انت بتقول مصر عادت ظهرها، لا مصر النهارده بقت تاكل بظهرها، بتاع ريت ظهرها. يعني النهارده انت بتبيع ارض عشان تاكل، وبعد ما نبيع ارض شويه الارض دي بقت سفاره وبقت دوله ثانيه ولا 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 ايه يعني؟ انا مش قادر افهم. والناس بصراحه في سلبيه جامده قوي، الناس ساكته ومصر بتتباع حته في حته. يعني انا بكلم حياتك بصراحه، مش حاجه غريبه، الناس عندها سلبيه فوق ما حياتك تتخيل. النهارده مستنين ايه؟ ايه الناس قاعده مستنيه ايه لغايه دلوقتي؟ البلد بتتباع حته حته. الاول قالوا مصر مش للبيع، لا مصر بقت للبيع وعلى مزاد علني.
وزاد عني الله اعلم لمين، هل الامارات ولا هل اسرائيل ولا هل امريكا ولا هل، مش عارفين. انا نفسي افهم يعني، مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا سعيد باتصالك يا ابو محمد، واتمنى تتواصل معنا دايما، واهلا بيك، ويسعدني انقل صوت حضرتك هنا صوت الناس. مصر بتتباع، مصر بتتباع وبتبيع ارضها علشان تاكل عيالها، علشان سياسه فاشله لواحد خاين او فاشل، وفي كل الاحوال بياخد مصالح ويعمل كوميشنات وعمولات، ده اللي يهمه، ما بيهموش مصلحه مصر ولا حاجه. عندي خبر بس لو تجيبوه لنا زمايلنا اهو، بيقول لك السيسي وافق على قرضين جداد، مش لسه بايع ارض، مش لسه بياخد من صندوق النقد، وحسسوك ان خلاص مشاكلنا اتحلت، ونزل العملة امبارح خفضها. النهاردة اهو عندي خبر بيقول لك ان السيسي وافق على قرضين جداد. البلد يا جماعة عمالة تبيع في الارض وتبيع في كل حاجة وبتاخد قروض، والقروض دي ما هي اعباء علينا، ما احنا مشاكلنا في ايه دلوقتي؟ احنا عايزين دولارات ليه؟ عايزين دولارات عشان نسد القروض اللي احنا بناخدها، اقساط وفوائد بندفعها. السنة دي هندفع 43 مليار و 42 مليار و 3 مليون او 300 مليون عفوا دولار، 42 مليار دولار، وضيف عليهم كده بالمرة ايه 300 مليون دولار، دي اقساط وفوائد وقروض لازم ندفعها. فاحنا بقى شايفين ان ده اقل من علينا، فبنجيب قروض جديدة. علشان كده بقولك احنا هيفضل اقتصاد مصر عمال يلف في الساقية. ليه؟ عمالين نجيب قروض علينا فوائد واقساط نفضل ندفع فيها، فنبيع الارض، نبيع الارض، بنفتح مصنع. راجل سأل سؤال مهم، فتحت مصنع؟ لا، بنيت عمارة. طب ما العمارة خدت فلوسها وخلصت، انما المصنع بيشتغل، بيصدر، بيدخل فلوس بيوت الناس، بيصدر لبره، بيجيب عملة للبلد، بيبقى عندي حل ناجز من الجذر. انما احنا دلوقتي ايه؟ مسكنات ليس إلا. ده انت بتاخد قروض بفايدة 30% وعندك سنين لما ما بتعرفش تسد بتتدبلر عليك، بتبقى دابل، بتعلى الفايدة عليك فتدفع اكتر، فنفضل هكذا نلف في الساقية. شوف معايا التقرير ده في الدولة العبيطة، القدر الذي فضح سلطة عبد الفتاح السيسي هذا المجرم في حق مصر والمصريين. اهلا وسهلا بحضراتكم. الفتره دي كل المغتربين وكاتبين البوستات على مستوى الجمهوريه بيتبادلوا مقاطع خاصه ذكر فيها اسم السيسي، وكان القدر حالف لينكد على الرئيس المكسيكي ومش سايبه في حاله. مقاطع تم حذفها من ارشيف التلفزيون المصري، ومش ممكن ابدا يتم تداولها على اي تلفزيون الا اذا كان صاحب المحطه بينتحر. حتى القدر امبارح خلى يوسف الحسيني يحط على نفسه امام المواطنين في هبداته عن الاقتصاد المصري ورؤيته العبقريه في المستقبل المشرق. استاذ حسن عبد الله قال المواطن المصري بفطرته بذكائه من غير ما يضطر انه يتعلم اقتصاد زي حالتي كده، فاكرين بالظبط، فبيبدا هو القدر بيخلي الناس تغلط وتحط نفسها في مواقف بايخه. عمرو اديب مثلا القدر خلاه يقول جمله غريبه كانت سبب وبال عليه. عمرو بيقول لحضراتكم قلبي رفرف لما عرفت ان لعيبه الزمالك نازلين في الفندق اللي انا قاعد فيه. عمرو متخيل ان خبر زي ده هيعدي كده، لكن القدر خلى الناس تسال هو عمرو بقاله قد ايه في السعوديه بيشتغل مع تركي آل الشيخ؟ بقاله تقريبا 5 سنين. تخيلوا عمرو بيه قاعد في فندق بقاله 5 سنين، طبعا اكيد واخد جناح محترم وخدمه 6 نجوم، والاكل اوبن بوفيه بكام دول دلوقتي؟ هو نفسه بيقبض كام؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان يقول لك اصبر يا مواطن وما تعملش ثوره وانت جعان. طب الغلابه يستحملوا ازاي؟ دول الغلابه اللي مصر اليوم قال عنهم امبارح وفاري في رمضان، طريقه عمل الفستق الكذاب. كذاب؟ حتى الفستق بيكذب، لازم يكذب، لان الفستق الحقيقي الكيلو منه 750 جنيه، يبقى بذمتكم يكذب ولا ما يكذبش؟ حتى امين الفتوى التابع لدار الافتاء المصريه يكذب عادي ويقول لك القاهره 24 مهنه الميك اب ارتست موجوده من ايام النبي. شوف حضرتك هما بيكذبوا عليك وبيغفلوك وما يعرفوش يعملوا الا كده.
يعني القاهرة 24 برضو بتقول لحضرتك ان في خبر عاجل ان سعر الدولار في البنوك المصرية هبط تحت 50 جنيه. لما رجعنا حقيقة الخبر ده لقيناه 49 جنيه و90 قرش. تبقى تغفيلة ولا مش تغفيلة؟ وهي دي الحقيقة، انك في بلد ما تعرفش تمسك فيها حاجة بجد، كلها عايشة في الوهم كده. ما تصدقش وخليك حويط واصحى للكلام. قال لك احنا عندنا افاقين في البلد اكتر للمجرم اللي بيحكم دول. طب هو المجرم ده عايز ناس تطبله؟ هم عايزينه وهو عايزهم، لانهم شبه بعض. في مثل مصري بيقول لك كل شله يشبه له، حتى اللي مش عارف ايه ولا يعني. طيب محمد معانا من مصر. استاذ محمد اتفضل. التحيه لحضرتك يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. وفريق العمل محترم، سلموا على حضرتك. حضرتك دلوقتي يا فندم، هو الكلام ده كله والعصابه اللي هل يطلع العصابه ده مالوش اي لازمه، هم كلمتين اتنين هيحلوا القصه دي. هو حل واحد، هو حل سياسي واحد فقط لا غير. العصابه ورئيس العصابه يمشي، الدولار هينزل والجنيه هيتفتح. تقعد العصابه دي ورئيس العصابه يرفع الدوله ترفع الاقاط. اي كلام ثاني ليس له محل من العرب، كله تدخين وليس له اي فائده. هذا المجرم وانصاره واعوان ومن دعمه ومن ايده ووقف معه جاءوا من اجل هذه المهمه قولا واحدا، لا اكثر ولا اقل. وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك جدا، وكل عام وانت بخير. ام الياس من مصر، اهلا يا ست ام الياس. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا يا فندم، اخبار الاسعار ايه واحنا داخلين على رمضان؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير، رمضان مبارك علينا جميعا. انا عاوزه اقول لك، اتفضل. اولا عاوزه اقول لك حاجه، وعندي رساله لسنك من خلال برنامج. اتفضل. انا بسكن فوق جمله ماركت. تمام. جمله ماركت معروف اسعارها دايما تحت شويه. بس حضرتك مش مصريه يا ام الياس. بس متجوزه مصري وعايشه في مصر. على راسنا. انا والله انا مش عنصري ابدا، تنورينا، بس عشان اللهجه، لان البعض يقوم واخد المقطع ويقول لك بص جايبين واحده مش عارف ايه بتقول مصريه. انت فاهم؟ لا لا، انا عايشه في مصر وعايشه. انا ساكنه فوق جمله ماركت. اهلا بيك. جمله ماركت اسعارها معروفه شويه من السوبر ماركتات الثانيه. تمام. اللحمة فيها ب480. اللحمة ب480، وجملة ماركت ده المفروض ان اسعاره احسن، اقل. اسعاره احسن. انا عارف. الغريب اليوم لاحظنا انه انا، ايوه، انا شباك البلكونة عندي على باب مخزن، على مخزن جملة ماركت. اليوم بشوف انه جايبين سكر بس بيدخل في جراج ثاني، يعني بيدخلوا في جراج ثاني. ايوه فاهم. مش في المخزن. هم عاملين سكر 27 لكن تاخد كيس واحد يعني لو بالطابور. أيوة. لكن المشكله يا استاذ احمد مش هي الاسعار. المشكله في البلد كلها. انا نفسي اسال، وده سؤال بساله البوز يوميا، هو المصري حيدفع في المستقبل عشان يحرر الأرض؟ الحاجة رسالة عاوزة، أولا يا أستاذ أحمد هقول لك إيه، على فكرة أنا مسيحية يعني. عليك إيه؟ مسيحية. أهلا بيك، إحنا ما عندناش تفرقة يا فندم. لا أنا لحق عشان اللي هقوله، أنا بوضح الصورة دي عشان اللي هقوله. ده ابن الإنس موسي والأبرياء سيدفع الثمن. أنا ما يهمني أنت رئيس موسي هو إخوان ولا مش إخوان، رئيس. أنه يتشال بهذه الطريقة من غير تفصيل. طيب يا أم الياس، أنت لو فاتحة السبيكر أرجوك تقفليه عشان أسمعك بشكل أوضح. أنا دلوقتي؟ يعني لو قفلت السبيكر هيبقى الصوت أوضح، اتفضلي. سامعني دلوقتي؟ انا بصرخ جدا كده واضح جدا. قولي لي موضوع مرسي ده او من البدايه عشان انا ما خدش بالي كويس. بقولت لك مبدئيا انا مسيحي. اهلا بحضرتك اخواتنا. بقول لك انا جيت لمصر في عهد مرسي، في عهد الرئيس مرسي الله يرحمه.
الله يرحمه، دم الرئيس، انا ما يهمنيش هو منين ولا شو معتقده. صحيح. دم الرئيس الذي انتخبه الشعب، الدماء دماء دماء دمه ودم الابرياء سيدفع ثمنه، سيدفع ثمنه. لكن بيروح يعني الرجلين الابرياء الثانيين اليوم. ان كل الدماء البريئه اللي سالت في مصر بما فيها دماء الرئيس مرسي اللي اختاره الشعب بغض النظر هو منين ولا من اي اتجاه، الدم البريء ده لازم يدفع ثمنه. فاهمك انا صح؟ طبعا. طبعا. لكن في الدماء دايما بيروحوا ناس ابرياء تانية اللي هو الشعب المصري اليوم الغلبان للاسف. طبعا. طبعا. تاني شيء انا عندي رساله عاوز اوصلها للسيسي من خلال برنامج. اتفضلي. انا لا بشتم ولا بقلل ادبي يا سياده الرئيس، ما بقاش فيك شيء هتعمله للشعب المصري تكسره أكثر من كده، فكفاية. انت عارف اني المرة دي طالحة عنوة وغصبا، سيب الشعب ده يتنفس، حرام عليك اللي بتعمله في الشعب ده الغلبان. السحق سحقته، الجوع جوعته، أرضه بتبيحها، كفاية كفاية. شكرا يا مو إلياس، أشكرك على وجودك معايا، شكرا لحضرتك على الوجود. يعني بغض النظر عن دينك، مع التقدير والاحترام للأديان كلها، الناس كلها شايفة أن الظلم ليه عواقب، وأن الدم البريء ليه ثمن، وأن لما يجي الشعب يضع ثقته في واحد ويختاره وتحاول تفشله وتنقلب عليه وتقتله، ده ليه تمن. وانك تجيب الناس الابرياء اللي ملهاش ذنب غير انها صدقت ان في ديمقراطيه وان في دوله وان في قانون، ويرفضوا الانقلاب العسكري فيقفوا في الشارع فتنزل تقتلهم ويسيل الدم البريء على الارض، ده ليه تمن. ده هتلاقيه في كل دين وفي كل عقيده وفي كل فهم سياسي او غير سياسي، في كل فكره انسانيه. ليه؟ لان الارض لا تشرب الدماء والظلم ظلمات، نقطه ومن اول السطر. طيب اروح لاستاذه دينا معايا، اهلا بيكي استاذه دينا اسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ ربنا يخليك يا رب. اخبار الاسعار ايه قلتي لي بقى عندك بعد التعويم؟ والله انا هضيف على كلام الاخت اللي كانت بتتكلم دلوقتي. احنا ما عادش هممنا اسعار او معيشه او اي حاجه، لان احنا بالفعل ما احناش عايشين اصلا. الظلم اللي بيقع علينا اكبر من ان يبقى فيه ارتفاع اسعار او يبقى مش عارفين نعيش ولا ناكل ولا نشرب. احنا عايشين في ظلم بين. انا اخويا مكتفي قصري بقاله 6 سنين وللان ما نعرفش عنه اي حاجه. ماشيين قانون، ما عملش اي حاجه ولا له علاقه بالسياسه. كان خريج كليه طب اسنان وخلص واخد جيش ومفيش اي مشاكل، اتاخد وهو من عيادته ولحد الان ما نعرفش عنه حاجه. جالنا مكالمات كتير من الامن الوطني ان هو موجود جوه ومساله وقته وهيخرج. حتى شفنا محاميين كتير جدا قالوا ان هو مفيش عليه اي جرائم ولا عمل اي حاجه، بس هو يعني ايه متاخد بالغلط ووقته هيخرج. كل الكلام ده بيتكرر كل ما بنكلم حد او اي واسطه او اي محامي، وعملنا تلغرافات وبالفعل الداخليه اعترف ان هو موجود جوه. طيب المطلوب مننا نعمل ايه كمواطنين عشان نطمن على اخويا؟ اخويا الصغير اللي هو اصلا يعني ما لحقناش نفرح بيه، مطلوب مننا ايه؟ بقاله 6 سنين كل لما بشوف اللي هو اسعار او خدوه. اي خدوه كان عنده كام سنه؟ دينا عفوا، خدوه كان عنده كام سنه؟ أخدوه سنة 2018 كان عنده 26 سنة، هو مولد 91 دلوقتي 32 سنة. كل ده تخيل. أنا أمي والله مريضة جدا بسبب الزعل عشان هو مش موجود معانا. طبعا. وهتعمل عملية خطيرة، زعل زعل لكل الأسرة. تخيل حضرتك غياب فرد من الأسرة وأكبر فرد كمان. طبعا. ومن غير أي وجه حق، ومش عارفين حتى مجرد بس نطمن عليه. طب حتى لو هو عامل جريمة إيه بالذي؟ مش المفروض ان يبقى قانوني يبقى فيه محامي ونزوره ونشوفه ونطمن عليه ومن واجبنا ان احنا نجيب محامي؟ مفيش الكلام ده ليه؟ ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم غير في مصر. انا يعني بجد بقيت يعني مش عايزه اقول لحضرتك انا بفرح باللي حاصل، انا مش عايزه اقول كده، بس
احنا خلاص يعني احنا بالفعل مش عايشين. من حقكم يعني من حقكم يا دينا اخوكم يرجع لكم، من حقكم ومن حق الناس كلها تعيش بخير وبامان وبسلام في بيوتها، ومن حقنا نعيش اوادم بني ادمين في بلادنا واسعار في متناولنا وحريات وامن بجد. من حقنا يعني ده اللي احنا طالبينه، امن وامن طالبين اكتر من كده طبعا، مش طالبين اكتر من، حتى لو في ازمات اقتصاديه زي ما بتمر على اي حد ده مش هياثر فينا قد ما الظلم مأثر فينا. يعني الظلم بقى بياكل فينا. يعني تخيل حضرتك ان ياخد واحد من غير ما يعمل اي جريمه ست سنين من غير ما نعرفش مكانه حتى فين. ما هو قولي لي ايه الظلم، ايه الجريمه اللي عملها باسم عوده مثلا؟ ما فيش جرائم، احنا المحامي قال لنا ما فيش عمل حاجه، بس مساله وقت وهيخرج ان شاء الله. يعني نرفع كلامك يا دينا، نرفع كلامك للسيد النائب العام اذا كان في قانون ونائب عام في البلد. مواطنه مصريه اخوها معتقل من 6 سنين بدون جريمه، والداخليه بتقول انه عندها. نتمنى يعني ان حضراتكم تهتموا، اذا يعني الكلام ده يشغل بالكم حريه المواطنين وحياه المواطنين، بما ان حضرتك نائب عام المفروض بتشتغل علشان تحقق العدل والامان للمواطن المصري. بشكرك يا دينا، تحياتي ليكي. عندي تدوينة لجمال سلطان، نشوفها مع بعض كده. كتبها على منصه اكس، على حسابه في منصه اكس، جمال سلطان الكاتب الصحفي، بيقول لك ايه؟ تخيل حجم الإحباط الذي أصاب ملايين المصريين أمس، من الطبقة المتوسطة، موظفين، أطباء، مهندسين، محامين، صحفيين وغيرهم، الذين يتقاضون راتبا شهريا حوالي 10,000 جنيه اللي هو 330 دولار، فيأتي عليهم صباح اليوم التالي مباشرة وقد هبط راتبه أو راتبهم إلى 200 دولار، يعني نقص 40% بقرار واحد. تخيل حجم الإحباط الذي أصاب ملايين المصريين الذين أعطوا الأمان لعملتهم الوطنية فخسروا في صباح اليوم 40% من قيمتها بقرار واحد، وكانوا خسروا حوالي 40% من قيمتها السنة اللي فات العام الماضي مباشرة، أي أنهم خسروا قرابة 80% من مدخراتهم في عامين اثنين فقط. ثم تجهز حكومة الفقر والإفقار إجراءات جديدة لزيادة أسعار الوقود وغيره في الأيام المقبلة لتلقي بهم إلى ما تحت مستوى خط الفقر، وتزيد أو تزيد معاناتهم في ظروف معيشية شديدة القسوة، ويذهلك أن يتم كل ذلك الإفقار للشعب والتنكيل به وسط زفة مجنونة من إعلام العسكر باعتبار ما حدث إنجازات وبطولات. ده كلام جمال سلطان، ده كلامنا، ده كلام أي حد عاقل خايف على البلد دي وشايف الهبل والخبل والجنون اللي بيحصل فيها. تعال شوف تويتة تانية تتكلم عن الجنون اللي احنا عايشين فيه عشان تعرفوا البلد رايحة لفين. في سنتين الجنيه المصري خسر 80%، الجنيه المصري بيساوي 2 سنت من اليورو اللي هو أصلا 100 سنت. الناظر بيقول لك الدولار يترنح، الدولار نزل، الجنيه علا، القصه دي ما تهمناش. امال ايه اللي يهمك يا احمد؟ اللي يهمني انزل السوق الاقي اللي في جيبي يقضي احتياجاتي، غير كده فنكوش يا حكومه فاشله. نقطه من اول السطر. لؤي الجنيدي كتب على حسابه هو كمان على فيسبوك الكلمتين اللي هتقراهم معانا دول في بوست، بيقول لك أنا عن نفسي متفاجئ لأن إشاعات التعويم دي شغالة من قرب السنتين مثلا، وكنت متخيل إن المسؤولين اتعلموا من الخطأ ولم يكسر لهم أي ضغوط قادمة، ولكن ماذا تتوقع من اللي خربوها؟ إيه لازمة التعويم ده إلا فقط، حاضر يا فندم، لصندوق الخراب الدولي. توافر السيولة الدولارية هامة قبل أي تعويم، لذلك هل لو ذهبت البنك وطلبت دولار سيكون متوافر؟ أو التجار ستكون متوفر لهم؟ من الآن بقول لك مستحيل. حاليا مصر عايزة حوالي 100 مليار علشان تكفي على احتياجات الأفراد والسوق المتشوق والشره للاستيراد والشراء، فإذا لم توفره له يبقى ولن يختفي، سيبقى ولن يختفي السوق السود. وكل اللي عملته الدولة انها خربت بيوت الناس اكتر، وارتفاع الاسعار اكتر واكتر، وسباق بين الدولة والسوق السوداء على حساب المواطن، وطز في المواطن، ده مبدأ التجار والدولة طبعا. لؤي جنيدي لملك الموضوع في كلمتين وقال لك
اصلا لو توافر سيوله دولاريه لاحتياجات الافراد والسوق يبقى ايه لازمه التعويم تاني اصلا؟ تخبط ونفس الفكر والهرتله من معدوم الكفاءات كلهم في كوادر الحكومه تحت مبدا عام طز في المواطن. احب اقول للحكومه انتم فشل بامتياز وخربتوا بيوتنا بسبب التعويم اللي لا كان على البال ولا على الخاطر حد ولا على خاطر حد، وكنا متعشمين الدنيا تنزل في الايام دي، وبعدين يا حكومه جايين في دخله رمضان وتعوم الجنيه والدنيا ملطشه وبايظه. من حق احمد عبده لما يقول كوبايه الشاي ب10 جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمتين ابرك من 10. مداخله سريعه معانا، مش معانا حد، هاشم معانا سريعا قبل ما نروح لغزه عشان وقتنا. استاذ هاشم. ايوه مساء الخير. اهلا مساء النور يا فندم. استاذ احمد اهلا مساء النور، اتفضل. اخبارك ايه وعامل ايه؟ كل عام وحضرتك بخير الحمد لله يا رب. بص يا سيدي، عشان ناخد الامور بذكاء ومن الاول خالص، عشان تحسن اقتصاد اي دوله لابد يكون صادراتها اكثر من وارداتها. نعم. والصادرات دي لا اما صناعه لا اما زراعه. فلما ابص الاقي الافندي ده باع المصانع بما فيها مصنع الاسمده، وجا في الزراعه راح زي عامل الاتفاق بتاع سد النهضه عشان يقلل الميه اللي جايه للزرع، يبقى الراجل ده بيدمر البلد. في نفس الوقت الناس مش لاقيه تاكل، وده بيجيب طيار بنص مليار دولار يعني 25,000 مليون جنيه، يعني لو جبت مليون طيار تقدر تدي لكل واحد فيهم 25,000 جنيه، وبنته تروح الفرح في الاردن لابسه عقد ب 8 مليون جنيه من الالماز الحر. يبقى معنى كده ان هو الناس لا تمثل له اي نوع من انواع الاهتمام، وانه بيدمر البلد لانه دمر الصناعه ودمر الزراعه الاثنين. يبقى لازم الشعب ده ينزل يجيب حقه، ما فيهاش كلام. دلوقتي يا استاذ احمد، هل ممكن حد يضرك بحاجه ربنا ما كتبهاش عليك؟ ده سؤال لك، رد عليا. هل ممكن حد يضرك بحاجه ما ربنا ما كتبهاش عليك؟ لا حاشا لله. طبعا لا. طبعاً لا. يبقى الناس دي لازم تنزل تجيب حقها، مش هيقدر يضرهم بحاجه ربنا ما كتبهاش عليهم. يعني لازم ينزلوا ويجيبوا حقهم، ما ينفعش تشوفه ملبس بنته عقد ب 8 مليون وراكب طياره ب 25,000 مليون جنيه وانت مش لاقي تاكل وقاعد. انت عارف ابو ذر الغفاري قال ايه؟ عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم ينزل شهرا سيفه. صح؟ وبعدين بعد كده قعدوا يلغوها من الكلام ده، وقولوا مره علي بن ابي طالب اللي قالها ومره ابو ذر الغفاري، المهم انها اتقالت واللي قالها واحد من الصحابه. يعني المفروض لما تكون مش لاقي اكلك وتلاقي الناس بتنزل بالملايين انزل هات حقك، مفيش حد هيضرك بحاجه ربنا ما كتبهاش عليك. نعم. شكرا يا استاذ هاشم. انما اشكرك جدا، وقتنا لانه بينتهي، وعندي بس حابب اعرض على حضراتكم اخر الحاصل في غزه بعد اليوم ال 153 ووصول الشهداء الى 130,800 كما تم احصائهم. تعالوا نشوف جديد المعارك وفقا للروايه الفلسطينيه على لسان المقاومه الفلسطينيه والروايه الاسرائيليه على لسان جيش الاحتلال الاسرائيلي، هنشوفها مع بعض في الفيديو ده. جديد الحرب في غزه. اولا، كما اعلنتها المقاومه الفلسطينيه، سرايا القدس قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون. نفذنا كمينا هندسي برتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون. حماس مجموعة فدائية هاجمت مواقع الجيش الإسرائيلي في حجر الديك وسط قطاع غزة. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، حيدنا مسؤول وحدة القذائف الصاروخية لحماس في عملية عسكرية دقيقة. أغرنا على سلسلة أهداف تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة. فيما يخص الهدنة، انتهت المفاوضات الأخيرة، جولة جديدة من المفاوضات انتهت، ومفيش وقف إطلاق نار في غزة، ومفيش هدنة في غزة للأسف في رمضان. وحماس بتعلن أن إسرائيل أفشلت جهود الوسطاء، والإسرائيل بتقول لا احنا ما افشلناش حاجة، حماس هي اللي افشلت. حماس بتقول احنا تمسكنا بمطالبنا لرفع الظلم ورفع القتل والتدمير عن قطاع غزة ووقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من داخل القطاع والإفراج عن الأسرى كل مقابل الكل، وده اللي بيرفضه تحديدا نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته، بينما جزء كبير أو جزء آخر من الحكومة متوافق مع الطلبات دي. ودلوقتي
أمريكا تبحث عن بديل وجانتس موجود، وإذا كنت موجودين في عواصم أوروبية وعواصم عالمية من واشنطن إلى لندن لإيجاد حل. لأول مرة مقتل أفراد طاقم في هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. لأول مرة مقتل أفراد طاقم لسفينة تجارية تم قصفها من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، وده تطور لافت. الحوثيين دلوقتي بقى عندهم القدرة مش بس ان هم يصيبوا ويعرقلوا، بل أصبح عندهم القدرة على الإصابة وعرقلة العملية البحرية وعملية دخول السفن ومرورها من البحر بحر العرب والبحر الأحمر وطبعا مضيق باب المندب. ودلوقتي بقى عندهم القدرة على استهداف وقتل أفراد من الطواقم الموجودين على السفن دي، وده بينعكس بشكل سلبي على الجميع، ولكن الحوثيين بيقولوا ان ده نصرة للفلسطينيين وبيطالبوا بوقف العنف في غزة، وقف القتل في غزة، وهم يتوقفوا عن أعمالهم دي. طبعا ده بيهدد التجارة العالمية، ولكن كمان قتل الفلسطينيين بيهدد كل حاجة، بيهدد إنسانيتنا. فربط ده بدأ هو مبدأ ربط وقف الهجمات في البحر الأحمر مقابل وقف القتل في قطاع غزة. ده المبدأ اللي ماشي بيه الحوثيين دلوقتي. هختم معاكم بخبر 69 قائد عسكري إسرائيلي تم قتلهم في قطاع غزة. 69 عسكري إسرائيلي غرقوا برمال غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقر بخسائر كبيرة منذ بداية الحرب. الأرقام الصعبة، قتل العشرات من القادة القتاليين النظاميين والاحتياط في المعارك، وده اللي بيقره جيش الدفاع أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبيقول من 7 أكتوبر عندنا أرقام كبيرة جدا. وتنقل الأناضول أن إسرائيل بتعترف بمقتل 69 قائد عسكري في حربها على غزة، وده اللي قالته إذاعة الجيش، أن من بداية الحرب تم قتل عشرات من النظاميين والاحتياط على حد سواء، ما بينهم مثلا على سبيل المثال 4 قادة ألوية برتبة عميد، و6 ضباط برتبة مقدم، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و7 آخرين. وده عدد كبير من القادة، وده عدد كبير من الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي. مش هننسى في نهاية الحلقة نقول لحضراتكم أن في اليوم العالمي للمرأة إسرائيل قتلت 9000 سيدة فلسطينية في قطاع غزة. في اليوم العالمي للمرأة، المرأة العربية والمرأة الفلسطينية والسيدة القاطنة في قطاع غزة استشهد منها 9000 سيدة. يعني المنظمات الدولية اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، يا جماعة في مجزرة، راح ضحيتها مش واحدة ولا اتنين، محدش بيهدد حقوقها، لا ده بيقتلها وبيزحها من على وش الأرض تماما. 9000 سيدة قتلت في قطاع غزة، ودول وسط 30800 إنسان قتلوا في القطاع، حوالي تلت شهداء القطاع من النساء. وده خبر بنهديه لمنظمات اللي بتعتني بحقوق المرأة في العالم. في اليوم العالمي للمرأة، السيدة الفلسطينية تفقد حياتها فقط لأنها فلسطينية. الحلقة انتهت وحلقات الأسبوع انتهت، والأسبوع الجاي إن شاء الله رمضان، عندنا حلقة قبل رمضان نتقابل فيها يوم الحد الجاي إن شاء الله، ونتكلم بقى على المواعيد الجديدة في رمضان، وحنكون فين وبنقول ايه. ومن هنا ليوم الحد هتوحشونا، اجازة سعيدة. بشكر حضراتكم على متابعتكم لينا، وبعتذر عن اي حاجة لو اساءت حضراتكم، وبعتذر للناس اللي حاولت تتواصل معانا وما قدرتش، وبشكر زملائي خلف الكاميرات كلهم على كل جهدهم. شكرا ليكم، واشوفكم على خير. سلام عليكم، في امان الله.